مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. ما زلنا نعيش أجواء الاحتفالات، إن شاء الله لا تتوقف هذه الاحتفالات، وننتقل من احتفال إلى احتفال، ودايما نحتفل بالانتصارات المتعددة في مجالات مختلفة، في الرياضة وفي الفن وفي العلم وفي السياسة وفي الأدب وفي الاجتماع وفي الاقتصاد وفي كل المجالات. ربما هذه الفرحة التي عمت المدن والمحافظات المصرية هي فكرة بحث عن فرحة، الناس تبحث عن انتصار وعن فرحة بهذا الشكل، وبالتالي هنا نتمنى أن تتوالى الأفراح والانتصارات. المطرب الكبير الأستاذ وليد توفيق اللي دايما بيناصر القضايا العربية والقضايا المصرية تحديدا، ويناصر مصر دائما في كل قضاياها الوطنية، اختصنا بهذه الأغنية اللي بيعكس فيها حالة الفرحة باحتفالاتنا بوصولنا لكأس. الأغنية دايما بتعبر عن كل المشاعر في حياتنا، والأغنية دايما هي الأسرع في الوصول والأكثر تأثيرا، علشان كده هتلاقوا حتى الأغاني المتعلقة باحتفالاتنا وبأفراحنا وحتى بأحزاننا يعني بتعبر عن كل ما يختلف في صدورنا أفضل مما يمكن أن يعبر عنه الساسة أو أصحاب المقالات أو المنتديات والمؤتمرات. الفنان الكبير أستاذ وليد توفيق. أستاذ وليد أهلا بيك. يسعد لي مساك أستاذ وائل حبيبي، تحية لي لضيوفك الكرام ولشعب مصر الكريم الحبيب الغالي. الله يخليك، وشكرا على الأغنية السريعة اللي بتتناسب مع فرحة واحتفالات المصريين. يعني جات لك الفكرة بسرعة ازاي؟ أستاذ وائل لا شكر على واجب أبدا، أنا مصر في عروقي شرياني طبعا، مش بس أنا، كل عهد كل فنان مصر بالنسبة لنا لما نغني لها نحس نفسنا عم نغني في بلدنا ومصر الصداقة، واليوم احنا فرحتنا أكثر من فرحة. أولا فرحة 6 أكتوبر كل سنة وأنتم طيبين ومصر طيبة إن شاء الله، وفرحتنا كمان النهاردة بالكورة اللي بتعبر كمان عن مدى حب الناس بالرياضة والسلام، فمبروك لمصر، مبروك لمصر من قلبي والله صدقني. يعني وأنت الحقيقة حاطط فيها كلمات يوم السلام، ويعني حاطط فيها كلمات تعبر عن قيمة مصر الحقيقية يعني، ويوم العجايب. هو حبيبي هي كلمات رمز بسيوني الشاعر المصري والحاني وتوزيع اسلام مرغني، الحقيقه اتعملت وجت وقتها ان تنزل في الوقت ده اللي هو كله انتصارات ان شاء الله، ان شاء الله مصر دايما منصوره يا رب يا كريم. ان شاء الله. قول لي يا استاذ وليد، لما لقيت فرحه المصريين بهذا الشكل، يعني ربما العالم حتى بيتحدث عن انه في دول كثيره فرحت بالوصول، لكن ربما كانت فرحة المصريين أكبر وأضخم وأوسع، يعني تابعت ده إزاي؟ أكيد أكيد، يعني لما بنتكلم بمصر نتكلم بحجم مصر، بقوة مصر، انتصار مصر مش عادي جدا، كل حاجة بتعملها مصر لما تبقى ليها فيها موقع كبير، فمصر هي أم الدنيا، مصر مش بلد عادي، وانتصارها مش عادي وتحديها مش عادي. ونصر النهارده يعني في مراحل عدت فيها، وانا قلت معاك بالانترفيو فاكر لما كنا مع بعض في وائل، حلقه مميزه وبعتز بيها جدا. انا كمان بعتز بيكوا بيها وبالناس اللي بيحبونا. مصر بخير احنا بخير، صدقوني مصر بخير احنا بخير، والحمد لله رب العالمين، كل يوم مصر احسن من اللي قبلي. فتحيه ليك ولكل معاك، تحيه للقياده الحكيمه لكل مصر، وان شاء الله يا رب دايما دايما نحن ندعي قلوبنا كلبنانيين وكعرب، وانا كفنان عشت في مصر وترعرعت هناك ودقت النجاح اللي انا كنت بتمناه في حياتي، وتحيه لكل نجوم مصر الفنانين حتى اللي كان لي الشرف ان يشاركوا معايا في كل اعمالي وافلامي. فانا بالنسبه لي مش تربيح لا مجامله، انا واجبي اني اقف دايما الى جانب مصر اللي كان جنبي دايما شعبا وفنيا بكل معنى الكلمه، فتحيه لمصر شعب مصر، وان شاء الله يا رب منصوره عقود. والجميع يحييك، وبشكرك الفنان المطرب الكبير الاستاذ وليد توفيق. بسرعه بالحس الوطني الشديد، لان زي ما قلت لكم هي مش فرحه فوز بمباراه او وصول لكاس العالم فقط، قد ما هي انه مصر تستحق ان تحجز مكانا دائما بهذا الشكل،
وانه قيمه مصر انها يجب الا تغيب ابدا عن اهم محفل رياضي عالمي. وبالتالي هنا احتفالات الناس للتاكيد على اننا نستحق الفرحه ونستحق الانتصار دائما. هكذا تفاعل الفنان الكبير وليد توفيق مع فرحه المصريين. خلونا واحنا بنشوف القضايا المختلفه، في نموذج عجبني جدا، حكايه الدواء بالمجان في صيدليه للعلاج المجاني بديوان عام المحافظه. نشوف التجربه كده ونقيمها ونشوف عملوها ازاي. أصبح بإمكان غير القادرين من أبناء محافظة البحيرة صرف أي نوع من العلاج مجانا من صيدلية العلاج المجانية بديوان عام المحافظة، بشرط أن يتوفر لدى المريض روشتة علاج من أحد المستشفيات المركزية وأن يكون حاملا لبطاقة الرقم القومي. وتأتي هذه الخطوة من أجل التخفيف عن كاهل محدود الدخل بالمحافظة. المشاكل اللي بتحصل على قطاع الصحي في الطاقه المحافظه واحاول اوجد لها حلول بطريقه سريعه. مثلا عجز الادويه او نقص الادويه اللي بيحصل في المستشفيات، انا بدعم المستشفيات العامه والمركزيه على مستوى المحافظه مبالغ ماديه لدعم الاقسام المهمه داخل المستشفى زي اقسام العيون المركزه الطوارئ الحقنه. بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه زي السماعات الكراسي المتحركه بقدر اوفرها لحالات ذوي الاحتياجات الخاصه. تقريبا شهر 2 بالظبط كان حصل نقص في الادويه شديد، ففكرنا في انشاء صيدليه الغير قادرين. الحمد لله احنا موفرين اغلب الادويه اللي بيحتاجها المريض المزمن، من ادويه الضغط، ادويه السكر، ادويه الكبد، الناس المرضى النفسيين اللي بياخدوا ادويه نفسيه، كل الادويه دي اغلبها متوفره عندنا في الصيدليه. الناس لو جت ما لقتش علاج هنا اهوت موجود، بنحاول نشتري لها العلاج دهوت من صندوق دعم الدواء. ولاد الحلال قالوا لي اروح المحافظه وفي صيدليه غير القادرين عليها وكلام من ده، ورحت رحت عليهم على اساس يصرفوا لي الادويه وكلام من دهوت. يعني اللي ما بيعملوش المستشفى بناخده من هنا مكمل برضه، الحمد لله لقيته متوفر هنا. انا كنت بجيب كل شهر علاج بحوالي 500-600 جنيه، هنا صرفت 3 مرات. ده انا جه في حد ذاته المريض يتكرر عندي اكتر من شهر، بيتردد عندي اكتر من مره مرحله، لا ده نجاح للمكان هنا. ممكن مواطن النهارده راح كشف في المستشفى او عند في عياده الدكتور لقى الدواء غالي ما قدرش يصرفه، بيقدم لها طلب او بيقدم لنا احنا طلب، بنفحص الطلب يمكن في خلال ساعه او ساعتين، بنشوف بس هو صادق ولا مش صادق، بينزل الطلب على طول فورا، بتصرف الدواء، وهي دايما بتركز على الحالات اللي هي الشديده اللي هي امراض الكانسر، امراض الكبد الوبائي، امراض السكر، الضغط، الحاجات اللي هي المواطن مش قادر يصرفها وغاليه. يعني انه يبقى فيه دواء بالمجان، حتى لو البعض هيقول لك والله ده الكميات، ما هي طبعا الكميات مش هتسعف الناس، بس كويس انه يبقى فيه افكار بهذا الشكل، اتمنى انه يتم تعميمها وفقا للامكان. يعني حتى لو انت اللي عاوز يدخر عمل الخير والتكافل المجتمعي ده، انت لو عملته بس في الادويه، لان الادويه كمان ما هو كل بيت وكل مريض محتاجها، وانت هتشوف بقى الناس اللي ما عندهاش طاقة وما عندهاش قدرة وهتديله العلاج بالمجان، خاصة انه في ناس فعلا ممكن تموت او امراضها تتفاقم وتزداد لانه ما معهوش يجيب الدواء. وفي اب يقول لا انا مش هاخد الدواء وهدفع مصاريف ابني، فلا تعالوا نوصل للناس الدواء مش اختيار، اللي الدواء عنده يتحول الى انه يشوف كده ممكن ينفق على حاجه افضل منه علشان يعيش، نقول له لا تعالى واحنا ننفق لك على الدواء، ويبقى في ناس بتتكفل بكده. يعني نتمنى ان هذه الافكار تنتشر بشكل كبير. يعني واحنا كمان في نفس الاطار، طب هسأل الدكتورة رشا الشرقاوي مديرة الصيدلية في ده. دكتورة رشا أهلا بيكي. دكتورة رشا،
ايوه يا فندم. الو، اهلا بيك يا دكتور عشا. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. اهلا بنحييكم على الفكره جدا. بس حضرتك قولي لي، هل بتستطيع الفكره انها تستوعب الكثيرين ولا هي محدوده؟ لا، هو احنا بناء على يعني الصندوق قائم على التبرعات، التبرعات من رجال الاعمال، وبيطلع نسبه من مشاريع المحافظه. الصندوق يعتبر فكرته جديده، هو بقاله سنتين، كان انشئ، كان وقتها معالي الوزيره نائب، معالي وزيره محافظه البحيره كانت نائب المحافظ، وكان وقتها اللي هو هدود. انشات الصندوق، وكانت فكرته بنقوم بتبرعات فقط، كانت قائمه على رجال الاعمال. نجحت الفكره، والصندوق قدر ان هو يساهم في حل مشاكل كتير كانت ظهرت في المحافظه على النطاق الصحي في الوقت ده، فاتخصص له حصيله من المشاريع الخاصه بالمحافظه. احنا على قد ما نقدر بنستوعب الحالات اللي هي بتبقى الادويه مهمه، حالات فشل كبدي، فشل وبائي، فشل الكليه، حالات السرطانات. بنحاول، طالما الدواء مش متوفر في النفقه ومش متوفر في قانون التامين الصحي او قائمه التامين الصحي، انا فورا بشكل فيه، عندي لجنه مشكله في المحافظه، بنفحص الطلب الموجود عندنا وفورا بنفحص. بس هل ده بياخد طابع السرعه ولا بيسقط في فخ الروتين الحكومي التقليدي؟ لا خالص نهائي. احنا اللي مميز الصيدليه عندنا ان احنا ما عندناش الروتين خالص، يعني انا بدخل للوزيره، انا اوقات بتجيلي بامفلت، يعني تذكره علاج بتكون الدواء متعدي فيها 8000 جنيه. فانا كقرار ببقى قلقانه شويه ان انا اصرف تذكره علاج غاليه، بيبقى غالبا دواء كانسر. انا بشكر وقتها، بشكر حضرتك، وهاخد بقية التفاصيل من المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة. سيادة محافظ، أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. أنا لسه بحيي الفكرة وبحيي التجربة قوي، إنه يبقى فيه، خاصة إنه مشكلة الدواء. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. مشكلة الدواء تحديدا، الدواء ليس اختيارا يعني، لكن في بعض المرضى ممكن ما يبقاش معاهم امكانيات يجيبوا الدواء. هل الفكره يمكن ان تستوعب اعدادا كبيره وتتخلص من الروتين الحكومي التقليدي؟ اتفضلي يا فندم. الحقيقه يعني احنا الحمد لله في مناحي كثيره في المحافظه بنتخلص، الحقيقه في مناحي كثير في المحافظه بنتخلص كثيرا من الروتين، وبالذات في موضوع الدواء ده، يعني الموضوع بيخلص في ثواني، ساعات بيبقى بالتليفون، يعني ساعات مديرة الصيدلية والعاملين معها بيسألهم الدواء ده مثلا ب10000 جنيه، أقولها صرفي فورا، لأن الراجل ده محتاج إنه لازم ياخد الدواء ده. يعني حضرتك تقولي تعليمات اصرفي فورا يعني. بالظبط. لأن حضرتك أولا ده صندوق بيبقى معظمه من تبرعات رجال الأعمال، احنا كمحافظة اتفضلي يا فندم، انا سامع حضرتك. مهندسة نادية، انا سامع حضرتك. الحقيقة بندعم هذا الصندوق من بعض المشروعات، والحمد لله الصندوق على طول فلوسه متوازنة، يعني اللي بسحب منه. ممكن نبعد عن التلفزيون بس؟ اوكي حاضر. اتفضلي. يعني بيتعوض على طول، يعني المبلغ اللي بيتسحب لشراء الأدوية بيتعوض على طول من رجال الأعمال أو من عندنا كمشروعات للمحافظة. طيب، أنا بشكر حضرتك ألف شكر. في كل الأحوال يا جماعة، أنه زي ما قلت لكم، يا ريت نعمل هذه المشاريع، يبقى في حتى صندوق تبرعات من نخصصه حتى للدواء، لمن لا يجد الدواء او لمن لا يستطيع شراء الادويه، ودي مشكله منتشره في كل المحافظات. لك ان تتخيل لو كل محافظه عملت كده وتوسعت في ده، بحيث انه ما يبقاش في حاجه اسمها واحد مش لاقي يجيب دواء. ممكن ما يلاقيش يجيب حاجات كتير، لكن الا الدواء. رمضان درويش، رمضان من الأبطال يعني، لو تتذكروا الاسم دايما، ويعني رمضان في الجودو تحديدا هتلاقوه في بيحقق بطولات كتير، وبنسمع هذا الاسم. بس أنا اندهشت
انه قال انه راح لقيت تصريحات كده انه راح لبطولة العالم يعني على نفقاته الخاصة يعني. هسأل الكابتن رمضان درويش فداء استفسر. كابتن رمضان اهلا بيك. مساء الخير استاذ وائل. مساء الخير. قول لي البطولة كانت بطولة ايه؟ هي البطولة جايزة كبرى جراند بري وكانت في اوزبكستان طشقند. بطولة ايه؟ ايه البطولات؟ بطولة جايزة كبرى في اوزبكستان اللي هي بطولة جراند بري اللي هي الجايزة الكبرى. ودي من البطولات اللي هي تبع الاتحاد الدولي اللي عليها بوينت عالي جدا، ويعني بتبقى زيها زي بطولة العالم، لان احنا عندنا دلوقتي التصنيف للاولمبياد بقى صعب جدا، لان هو كانوا الاول بياخدوا اول 22 مصنفين على العالم، دلوقتي بقى بدأوا ياخدوا اول 16 فقط لا غير مصنفين على العالم. فكل البطولات اللي هي بتلعبها دلوقتي لازم يلعبوا، فهي كل البطولات يعني اللي هي جراند بري وجراند سلام وبطولة العالم، دول بعض اقوى بطولات موجوده دلوقتي في الساحه يعني عندنا في الجو. بس هي من اقوى البطولات اللي موجوده حاليا. طيب انت معقول يا كابتن رمضان رحت على نفقتك الخاصه؟ انا رايح على كل السفريه على حسابي الخاصه من فلوسي الشخصيه. بس احنا عندنا اتحاد. ما احنا عندنا اتحاد، بس هم يعني تقريبا في خلافات موجوده في الاتحاد، فعشان كده احنا يعني انا طبعا يعني الايام اللي فاتت مريت بايام صعبه جدا، وما كانش عندي قرار غير ان انا اسافر والعب، فما عنديش قرار تاني حتى لو صرفت كل الفلوس اللي انا املكها في سبيل ان انا العب البطولات واكمل لغايه الاولمبياد كنت هعمل كده. وانت فزت بالبطوله دي؟ انا جبت اول الحمد لله في البطوله دي، وقبلها برضو كان في بطوله في سويسرا وجبت فيها اول، وجميع المعسكرات اللي قبلها وجميع البطوله اللي في سويسرا كان اسمها بطوله ايه المسمى بتاعها؟ كاس اوروبا، دي اقل يعني مستوى اقل. انما دي مستوى عالي يعني، دي زي بطوله العالم. ده على مستوى العالم يعني؟ الاثنين على مستوى العالم، بس كان مستوى البطولة قليل، انما اخر بطولة اللي انا كانت تاشكن دي مستوى عالي يعني. طب ما حاولتش توصل صوتك لوزارة الشباب والرياضة للوزير خالد عبد العزيز؟ لا انا اتكلمت قبل كده في برنامج، والمهندس خالد بعدها اتكلم وقال ان انا هجيب رمضان، وقال ان اللي انا هكافئه، وقال ان انا هديله مكافأة، ممكن تعدي الكلام ده كله، وهو يعني هو كان متعاون جدا في المكالمة، لكن انا محدش لغاية دلوقتي اتكلمني او اتصل بيا. وانت ما حاولتش بناء على هذه المكالمة انك تعمل اي جسور اتصال؟ ما هو جايز ما عارفش انك ده رايح بطولة ولا حاجة، او قبل البطولة يعني ولا بعد؟ يعني انت توقعت انه بعد المكالمة دي انه على يعني على طول يتم تكليف حد بدعمك يعني، او انهم يشوفوا ايه احتياجاتك؟ لا انا كنت طالب اللي انا اخد يعني فلوس السفريات اللي انا كنت دافعها، اللي انا دافعها من جيبي. فالمهندس خالد قال لا ده احنا هنديله مكافأة، لاني المفروض ان الحاجات دي تبقى لها ترتيبات من الاتحاد وكده، وهو الوزير ليه الحق ان هو يدي مكافاه حسب اللائحه ويزود على اللائحه كمان. فده كلام كان كلام المهندس خالد. وهو قال ان انا دعمت رمضان قبل الاولمبياد، وقال كل الكلام ده فعلا حصل، هو دعمني قبل الاولمبياد وعالجني قبل الاولمبياد، لكن انا الاولمبياد انتهت، واللي حصل قبل الاولمبياد ما كانش المسؤول عليه المهندس خالد. مسؤول عليه ان الخطه اللي انا كنت مقدمها ما اتنفذتش كما يعني زي ما انا قلت او زي ما انا كنت عايز. لكن هو كان مدعم جدا وقال اي فلوس عايزينها عشان الميداليه لرمضان انا مستعد ادفعها. لكن انا بتكلم احنا بنوصل صوتك تاني يا رمضان، لان انا واثق انه يعني ربما في فجوات اتصال حصلت او فجوات متابعه، لكن ازاي يبقى عندي بطل زيك وهيحقق بطولات ويرفع اسم مصر عاليا ويطلع على حسابه الخاص كده؟ ده السؤال ده استاذ وائل مش انا اللي اساله.
انا يعني انا بطلع على حساب الفاصل عشان انا عايز العب، يعني انا بفرح لما يعني انت بتسافر حتى على حسابك الخاص وتقيم على حسابك الخاص، كل شيء كل شيء على حسابك وكل احتياجاتك في الـ في الـ في الاكل والتدريب وكل ده كله ما يعني لا توجد جهه حكوميه تمنحك مليما يعني؟ لا، كل شيء على حساب الخاص. طيب، كل شيء. انا بتمنى يا جماعه انه يصل هذا الصوت، خاصه ان احنا شفنا صناعه الابطال بتودينا لفين في النهايه. صحيح كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى وبتطغى على كل الالعاب، لكن كمان الالعاب دي بنحقق فيها ميداليات بترفع اسم مصر عاليا، يعني بيبقى عندي بطل واحد لكن ممكن يعمل لك خمس ست ميداليات. ورمضان درويش تحديدا يعني من الاسماء اللي حققت بطولات ويستطيع انه، وفي ناس عندها الاستثمار في البطل ده يعني مهم جدا. رمضان، عايز تقول حاجه تانية بالاضافه اللي احنا قلناه؟ لا، انا مش عايز اقول اي حاجه، وبشكر حضرتك على الدخله، واحنا بنحتفي بيك وبالبطوله اللي انت حققتها هنا. يعني هنا هنا كده هي بطوله، وكانك بطل العالم في هذه البطوله يعني. طبعا بنحتفي بيك وتستحق ان نحتفي بيك، والاهم هو انك تكمل هذه البطولات. وعشان تكملها مش هينفع بطل يسافر على حسابه الخاص او على نفقاته الخاصه، يعني لازم أجهزة الدولة المعنية بالرياضة وبصناعة الأبطال وبالشباب تدعمه. بوصل صوت رمضان وإن شاء الله يوصل، لأنه صوتنا كمان وصوت كل الناس يعني. بشكرك ألف شكر. في الشك يا جماعة طبعا الواحد بيزعل جدا، لأنه اسم رمضان تحديدا كمان من الأسماء، في أسماء خلاص حققت معاك ميداليات، فصناعة البطل والاستثمار في البطل مهم جدا. فلما يبقى عندي بطل تعالوا نشوف ازاي نسنده وندعم. انا واثق ان المسؤولين بما فيهم وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز لما يسمع هذا الكلام هيكون له موقف مختلف ان شاء الله. هطلع فاصل، بعدها هنستقبل رئيس حزب الوفد دكتور سيد البدوي، هنتكلم معاه في قضايا مختلفة يعني ما بين الإعلام والسياسة والأحزاب والحياة النيابية كمان، وكل القضايا التي يمكن أن تكون مثارة على الساحة. وبعدها هنعمل مواجهة بقى مع بعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات اللي خدوا القرارات المتعلقة بالملابس رفعا لشعار لابد من الحشمة والاحتشام داخل الجامعة. مشاهدينا نحييكم من جديد. ما بين القضايا الإعلامية والقضايا السياسية، ما بين كل الأزمات التي يمكن أن تنشأ في حياتنا، نحتاج للاستماع لبعض الأصوات، ومنها دائما دكتور سيد بدوي رئيس حزب الوفد. هنتكلم معاه في كل الأزمات وفي كل القضايا المثارة. دكتور سيد، أهلا بيك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بصحه وسلامه. الله يخلي حضرتك. الله يخليك، وحشتنا. والله يخلي حضرتك، والله وحشنا دايما. ربنا يخليك. عايز ابدا مع حضرتك في شويه في نتكلم شويه عن الاعلام، على اعتبار مثلا بعض ممكن يقول قناه الحياه من اهم القنوات التي حققت نجاحا كبيرا، وانا كنت بعتبرها حتى يعني خلاص القوى الناعمه المتمثله في الفن والادب والرياضه وايضا الاعلام اللي سحب الناس. قناه الحياه ايضا حققت نجاحا كبيرا. ان قناه الحياه يستيقظ الدكتور سيد البدوي فلا يجدها في حوزته في اليوم التالي،
ايه الاسباب والملابسات؟ يعني هو طبعا لما نتكلم على قناه الحياه هي شركه مساهمه لها مجموعه مساهمين، في النهايه هي مشروع اقتصادي اعلامي. لكن عندما يعني لا يحقق هذا المشروع نتائج، المساهمين بيطالبوا بقى بالتخلي عنه، وبالتالي ده سبب تخلينا عن قناه الحياه في المرحله دي. الحمد لله قناه الحياه بعد 6 أشهر من ظهورها كانت رقم واحد في مصر، وظلت حتى آخر إحصاء رسمي صدر عن شركة إبسوس أو صدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي هو عمل مؤشر ماسبيرو في رمضان الماضي، في نهاية رمضان كانت القناة رقم واحد على القنوات المصرية وفقا للبحثين. فظلت على مدى 10 سنوات متربعة على قمة القنوات الفضائية. كان لها موضوعيتها، كان لها سياسة تحريرية تضع صالح مصر وصالح المواطن المصري فوق كل اعتبار، لم تكن تعبر عن مالكيها بأي حال من الأحوال، لكن شاءت الظروف أنها تنتقل لملاك آخرين، وأتمنى أن تظل على نفس السياسة التي نشأت عليها. طيب، يعني أنت حضرتك بتعتبر الأسباب مادية وليست سياسية، يعني ما خدتهاش في اتجاه كده أنا بيعاقبوني سياسيا ولا لا إيه؟ لا ما أخدتهاش في هذا الاتجاه، ولو كنت خدتها في هذا الاتجاه كنت ما بعتهاش. يعني لو كان أخدتها في هذا الاتجاه كنت يعني كنت توقفت، وما كنتش يعني ما كنتش أرضى اللي هو يعني ترفض أن يكون الضغط سياسيا، خاصة إنه المسائل بدأوا تحديدا مع المشروع الوطني اللي بيمثله الرئيس السيسي دائما. بالظبط بالظبط. يعني إحنا الوفد بوجودي كنا صناع ثورتين وشركاء في الثورتين، شركاء في بناء الدولة المصرية بعد 30/6، شركاء في كل شيء، وبالتالي ما حدش يتكلم عن المشروع الوطني المصري وحزب الوفد أو السيد البدر. لو شعرت أن هناك ضغوط سياسية تدفعني ما تنازلت عن قناة الحياة، ولكن أصبحت مشاكلها أكثر من مما يحتمل. عندنا عدد كبير من العاملين، قناة الحياة كان فيها ما يزيد في بدايتها، يعني يمكن العدد قل، فيها 640 موظف وإعلامي وعامل. أنا كنت حريص بالرغم أن القناة لا تحتاج لربع العدد ده، لكن كنت حريص أن احنا ما نمشيش واحد من قناة الحياة، ما ننهيش عقد حد، برضه دي كانت مسؤولية اجتماعية حتى في شركات صناعة الدواء، رغم أثرها المادية السلبية. رغم أثرها المادية، يعني احنا عندنا مثلا في مجال صناعة الدواء عندنا في المصانع ما يزيد عن 4500 عامل، ما فيش عامل اتفصل في أزمات اقتصادية، وصناعة الدواء مرت بأزمات اقتصادية شديدة جدا، ولا زلنا ما فيش عامل أنهي عقده، وبالتالي دي مسؤولية اجتماعية ومسؤولية قدام ربنا. تمسكنا بالكلام ده رتب علينا أعباء مالية كبيرة جدا. المنافسة بقى زادت في الفترة الأخيرة، والإنفاق بقى شبه جنوني، معلش تعبير شبه جنوني. الحقيقة الإنفاق في الفضائيات، الإنفاق في الفضائيات، أسعار المواد اللي بتزاع بقت تخطط، يعني ما تقول مسلسل ب 130 مليون ولا ب 120 مليون جنيه، ونفس وإعلانات مصر كلها ما تجيبش 8 مسلسلين في رمضان، في شهر رمضان. فالحقيقة لا، بقى هنا أنت بقيت قدام مشروع يجب أن تتوقف، وإلا حينهار في من بين إيديك. احتاجت إدارة جديدة، يعني كان يجب أن يكون هناك إدارة جديدة. لأن الحقيقة برضو إحنا تعثرنا مع الوكلاء الإعلاميين كتير، مع الوكلاء الإعلانيين. الوكيل انتقلنا الإعلاني. انتقلنا من وكيل إعلاني إلى وكيل إعلاني إلى وكيل إعلاني، ترتب عليه تعثر مالي شوية. طب هل ده كان ممكن يبتدي بقى يدفعك للدخول في مثلا شراكات مع شركاء من الخارج، ربما تراهم الدولة يعني انه الاعلام يجب ان يسيطر عليه المال المصري الخالص؟ يعني الحقيقة انت بتتكلم صح، يعني الحقيقة احنا طب انا يعني انا الديل اللي عملناه ده مش مادي خالص، لكن انا لو العروض المالية اللي جات لي اضعاف هذا الرقم، عروض مادية من خارج مصر، عروض مالية من خارج مصر. يعني أنا مضيت عقد فعلا، أنا مضيت عقد في شهر مارس 2016 لقناة الحياة، كان الدولار أيامها ب10 جنيه، وكانت يعني التزامات قناة الحياة قليلة إلى حد ما ب250 مليون دولار.
مع طرف خارجي. طبعا بعد ما مضينا العقد لقينا اعتبارات. طرف خارجي نقول الجنسية ولا جنسية خارجية مش مصرية. مش عايز حضرتك تقولها. لا لا والعقد مضى وفي يعني الناس كانوا حاضرين هذا الاتفاق. وعرفنا ان ده في اتجاه مش صح بالنسبة لمصلحة البلد يعني. فوقفناه يعني حتى وقفناه. يعني بعد رغم انه تم توقيعه لكن تم مراجعة بعد كده ان فكرة دخول مال خارجي في الاعلام خطأ. لحد النهاردة في عروض عربية يعني في عروض عربية من دولة صديقة وعزيزة علينا جدا ولحد النهاردة. بس طبعا انا فضلت ولحد النهاردة لان لحد النهاردة في طرف عرض علينا ما يعرفش ان في لسه الاتفاق بقى نهائي يعني لسه متصور ان لسه احنا في مذكرة التفاهم الاولى ولا زال حتى الان العروض العربية. لكن طبعا العرب اشقائنا وهذه الدولة دولة شقيقة وحبيبة الى قلوب المصريين والى قلوبنا. وطبعا وانت مش هتعمل شراكة او هتبيع لحد. لكن انا فضلت في النهاية برغم ان قناة الحياة عشان بس الناس اتباعت بالتزاماتها بالتزاماتها يعني اسهم المساهمين ما تكملتش يعني راس مالي اللي دفعه المساهم ما خدوش خد جزء منه. وده الحقيقه احنا لتفضلنا انها تكون في ايدي مصريه وطنيه خالصه بعيدا عن اي اعتبارات اخرى واعتبرناها او احد يعني حاجه الفلوس مش كل حاجه لكن برضو في اعتبارات اخرى لابد ان تعلو فوق المسائل المادية وهو الاعتبار الوطني المصري الخالص لان الاعلام الحقيقة في منتهى الاهمية وفي منتهى الخطورة طبعا. يعني بيشكل وجدان وعقل المواطن المصري والشعب المصري. اذا كانت ثقافة غير الثقافة المصرية بتدير هذا الاعلام يبقى في حتى لو ثقافة عربية اخرى شقيقة لكن بنختلف الشعوب بتختلف في ثقافتها وبالتالي لابد كان ان قناة الحياة اللي الهدف كان من انشائها اساسا مش ارباح ماليه خالص يعني كان من انشائها في الهدف لانها كانت جنب صناعه اصيله اللي هي صناعتنا صناعه الادويه كانت قناه الحياه جنبها صناعه لصناعه العقل او يعني للمشاركه في بناء الانسان المصري. فالنهارده ايا كانت العائد من وراها احنا عندنا صناعتنا ايا كان العائد من وراها لابد تكون في ايدي حريصه على بناء الإنسان المصري حريصة على نقل الثقافة المصرية للأجيال القادمة لأن دي مسؤولية حنحاسب عليها أمام الله. ثقافات الدول الشقيقة تختلف أيضا عن ثقافتنا. وده الحقيقة يعني حضرتك يعني نجحت مع مجموعة قنوات الحياة بالفعل في أن حتى قناة الحياة تنجح في الدخول في مناطق في الدول العربية يعني وتكون كمان أكثر جذبا للمشاهد بداخلها من قنواتهم أحيانا. قناة الحياة على المستوى العربي في المشاهدة تلي قناة الـNBC الدول العربية منطقة الخليج والدول العربية فلها تأثير في المنطقة العربية لها تأثير على العرب والمصريين المقيمين في أوروبا والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية يعني لها, 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 لها مشاهدة وبالتالي هو مشروع إعلامي مهم مهم جدا ومهم أن يكون في أيدي مصرية وطنية تدير الإعلام بمنطق مش بمنطق الربح أو المكسب والخسارة قد بمنطق تقديم إعلام محترم يعي قدر وتاريخ وثقافة هذا البلد ويخلق مواطن مصري يخدم هذا البلد. طيب وده حضرتك يعني قبل ما في النقطة ده بس انت يعني في كل الأحوال سعيد في ان قناة الحياة هتستمر بس اكيد احيانا بتقف كده لحظات وتقول انا حزين انه تضيع مني هذه المؤسسة العملاقة اللي انا شقيت وتعبت في ان انا اعملها. الحقيقة طبعا طبعا ليه لان انا المشاكل اللي تعرضت لها في قناة الحياة منذ نشأتها يعني قناة الحياة اتأسست سنة 2006 كان مفروض نطلع في 1/1/2008 وكنا في الوقت ده متعاقدين على بث بطولة الأمم الأفريقية باللغة العربية. يوم 30 ديسمبر 2017 كلمني رئيس القناة السابق الأستاذ محمد عبد المتعال وقال لي رفعوا قناة الحياة من عنها لسه تسودوا الشاشة يعني في ظل في عهد
وزير الإعلام اللي هو الأستاذ أنس الفقي. رفعوا الإشارة عن السعد. ليه؟ كنا في الوقت ده متعاقدين مع منتخب الأرجنتين كان واخد بطولة العالم، ومتعاقدين مع منتخب مصر كان لسه ما خدش بطولة الأمم الأفريقية، وكنا شاريين مواد بعشرات بل تتجاوز 100 مليون عشان نبدأ البث القوي بتاعنا. اترفعت من عنا الست وصدرنا من خارج مصر. قعدنا نطلع من خارج مصر لمدة 3 شهور لحد ما جه ميعاد المباراة بين منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين. كان منتخب مصر أخذ بطولة الأمم الأفريقية، وكان العقد بيننا وبين منتخب الأرجنتين واتحاد الكرة يوم 28 مارس. هنا تدخلت الدولة وتدخل أعلى سلطة في الدولة في ذلك الوقت عشان قناة الحياة تطلع من مصر، وقعدنا طلعنا من مصر. بعد ما رحنا عملنا شركة برة وبسينا من نورسات وطلعنا من البحرين وشفنا عذاب شديد جدا. وطوال الفترة أيضا المشاكل بقى، المشاكل اليومية والتزامات نحو وأنا طبعا مش متفرغ لإدارة المسألة من أول يوم، لأن أنا من 2010 بقيت خلاص السياسة أخدتني. فشفت أيام صعبة جدا جدا في قناة الحياة. فطبعا بيعز على الواحد في النهاية إن تبقى مش معاه، لكن هي دي سنة الحياة. يعني إحنا طبيعي، يعني إحنا عمرنا له نهاية، في يوم الأيام قد يكون قريبا أو يعني زي ما ربنا يقرر ويريد هنكون مش موجودين في الدنيا ومش موجودين مع قناة الحياة. فخلاص يعني أراد ربنا سبحانه وتعالى. مؤمن بالقدر، ربنا يدي لك الصحة وطول عمرك دكتور سيد. يعني في كل الأحوال يعني أقمت صرحا إعلاميا لا يمكن أن ينكر أحد النجاح الذي تحقق من خلاله، يعني مهما كانت النتيجة النهائية. لكن حضرتك بتقول حتى رغم انك وقعت عقدا مع جهة عربية، لكن ايقنت في النهاية انه دخول المال من الخارج في الاعلام خطر، ومن الافضل ان يظل وطنيا خالصا. يعني دي قناعة ويقين. زي لا يسمح لنا بانشاء قنوات في دول شقيقة وصديقة، لان ده نفس السياسة، لان الاعلام هو يعني هو الأكثر يمكن أو أسرع في توصيل أي رسالة من التعليم. التعليم على أهميته لكن بياخد مدى بعيد. الرسالة الإعلامية بتصل في جزء من الدقيقة، وبالتالي أن يظل في أيدي مصرية خالصة، ثقافة مصرية خالصة، إعلام وطني خالص، ده حقيقة لابد أن تكون سياسة كل من يعمل في هذا المجال. طبعا دي قاعدة أساسية. أنا هطلع فاصل، بعدها هكمل مع الدكتور سيد البدوي طبعا في قضايا سياسية مختلفة ومتعددة أيضا. مشاهدينا نحييكم من جديد، ما زلنا مع الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد ما بين الإعلام والسياسة. اتكلمنا عن الإعلام، السياسة، حزب الوفد في انتخابات قادمة على رئاسة حزب الوفد. في بعض المعارك المبكرة قبل الانتخابات دكتور سيد، بتتعامل معاها بعصبية وبخصومة شديدة علي وعلى أعدائي، ولا بمنطق رئيس حزب الوفد الأب؟ يعني أنا بتعامل معاه بمنطق الحقيقة منحهولي الوفديين. يعني أنا منحت لقب أعز علي جدا من رئاسة حزب الوفد ومن أي لقب سياسي ومن أي منصب تنفيذي، وهو كبير العائلة الوفدية. كبير العائلة الوفدية. وبالتالي أنا بتعامل مع هذه الصراعات بمنطق كبير العائلة الوفدية. الصراعات دي لسه بدأت بدري قوي. يمكن بدأت قبل انتخابات مجلس النواب، وتصاعدت بشدة بعد انتخابات مجلس النواب. وهي مش صراع بمعنى صراع، ولكن تنافس، وهو تنافس مشروع. لكن اللي حصل ان بعض صفحات الفيسبوك الداخلية، وطبعا الفيسبوك ده لعنة الزمان. يعني هذا يعني طواحين الهوى، يعني بالضبط بالضبط اشباحا بالضبط حضرتك بالضبط كده. فبعض صفحات التواصل الاجتماعي استخدمت من بعض الوفديين
الحديث العهد بالوفد أعداد الوفدين ضخمة. يعني أنا مثلا مش كل الناس أنا عارفها. أنا إحنا الوفد أنا ما يعني إحنا بنتجاوز 500,000 عضو. وكل واحد بينضم للوفد بيعتبر نفسه هو المتحدث باسم الوفد لأن هو دي عبقرية الوفد إلى حد كبير. فهي الأزمة اللي إحنا بنقابلها فعلا النهاردة مش تنافس بين المرشحين بعضهم البعض قدر ما هو ما يدار أو ما يقال على صفحات الفيسبوك بيحدث وقيعة بين الوفدين بعضهم البعض. بنحاول نتعامل بالود وبعدين في الآخر لازم يكون الحسم ودي المرحلة بقى مرحلة الحسم المرحلة الحالية. مرحلة الحسم ازاي يعني؟ يعني أي حساب كل مخطئ على التطاول وعلى في بعض التعليقات فيها تطاول وفيها اتهامات في الوطنية واتهامات بالضبط. يعني بدأت بعض أنا طبعا فيما يتعلق بشخصي أنا بتسامح عن أي شيء. أنا عمري ما قدمت وفدي لتحقيق أو فصلت وفدي أو قدمته للجنة التنظيم بسبب رأي أو حتى تجاوز في حقي. لكن اللي أنا مش هسمح به هو التجاوز في حق الآخرين اللي أنا مسؤول عنهم الوفدين اللي أنا مسؤول عنهم. الفترة الأخيرة الحقيقة شهد التجاوز في حق الوفدين وتجاوز شديد. وبالتالي إحنا عندنا قيم عندنا مبادئ وثوابت وتقاليد وفدية وعندنا دستور بيحكمنا وبالتالي هي دي بس الأزمة اللي موجودة في الوفد. لكن التنافس على رئاسة الوفد في حد ذاته لا يشكل أزمة. طيب لو قلت كده يعني بعض الاتهامات ممكن تكون سياسية يعني مثلا هنبعد عن التطاول بس مثلا الأستاذ محمد عبد العليم داود شايف أنه حزب الوفد أصبح يضم أعدادا من المخبرين حسب ما أسماهم وبقايا الحزب الوطني ومدللا يعني على شخص كمان اللواء محمد إبراهيم اللي كان مدير أمن اسكندرية في واقعة خالد سعيد الشهيرة يعني وبيستند بداية إلى أن سيد البدوي جايب ترسانة التعذيب القديمة في وزارة الداخلية تدخل حزب الوفد قلعة الليبرالية والحرية. هو طبعا كون الأستاذ محمد عبد العليم يقول كده ده بيقول لك إن قلعة إن حزب الوفد هو قلعة الليبرالية والحرية. الأستاذ محمد عبد العليم قال رأيه فيه في رئيس حزب الوفد. محمد عبد العليم بتربطني بيه وبتربطه بينا كلنا بالوفد علاقات قوية علاقات طيبة. وحاليا الأمور دي انتهت على فكرة يعني الأمور بينه وبين اللواء محمد إبراهيم انتهت في الهيئة العليا الأخيرة. هو كان قدم استقالته اللواء محمد إبراهيم وتراجع فيها. اللواء محمد إبراهيم شخصية محترمة جدا كان مديرا للأمن كان الأول رئيس مدير الانتربول الدولي وبعدين مدير أمن اسكندرية شاء القدر أنه يبقى مدير أمن اسكندرية في فترة الثورة وكان مدير الأمن والمحافظ في ذلك التوقيت. الأمن الوطني لا يتبع أو أمن الدولة في ذلك الوقت لم يكن يتبع مدير الأمن يعني سواء ما حدث في كنيسة القديسين أو ما حدث في سيد بلال أو لم يكن مسؤولية اللواء محمد إبراهيم لأن أمن الدولة في ذلك الوقت وما أقدرش أقول كان مسؤولية حد كمان لأن أثبتت التحقيقات أن تفجيرات كنيسة القديسين كانت جماعات متطرفة بالإضافة لحماس. فأنا ما أقدرش أجي على شخصية زي اللواء محمد إبراهيم ومحل حب كل الوفدين واحترامهم راجل دخل انتخابات مجلس النواب الأخيرة وحاز على ثقة دايرته ودخل انتخابات إعادة ونتيجة تحالف انتخابي غير موفق سقط في الإعادة. لا شخصية محترمة والناس كلها بتقدرها وكان من أقرب الناس إلى الأستاذ محمد عبد العليم وكانوا أصدقاء جدا إلى أن حدث سوء تفاهم وعادت الصداقة واعتقد ان الصداقة هتعود بينهم بعد. يعني اغلق هذا الملف. محمد عبد العليم شخصية وطنية محترمة الى حد ما مندفع الى حد ما وده لازم تعرف صديقك بكل مزايا وكل عيوبه. لكن محمد عبد العليم له مواقف وطنية على مدار من سنة 2000 لحد النهاردة لا ينكرها اي طبعا. لكن اندفاعه هو بس الحتة اللي لازم يبقى فيها شوية ومش موافق على تعبيره انه حزب الوفد تحول الى حزب بعث. لا حزب هم عمره ما يتحول الى حزب بعث. بنعمل ازاي؟ لكن حته الحزب الوطني انا عايز اقول لحضرتك حاجه. احنا النهارده لما قامت ثوره 52 كل الوفد او معظم الوفديين انضموا للتنظيم الجديد اللي كان وقتها كان هيئه التحرير وبعدين انضموا لاتحاد العائلات الوفديه اتحاد القومي اتحاد اشتراكي الى الحزب الوطني لان ما كانش فيه لسه حزب الوفد.
بعدما عاد حزب الوفد الى الوجود كان طبعا هناك سيطره الحزب الواحد. النهارده انك ترجع لعائلاتك القديمه لما تخش تدخل بيت اي وفدي من اللي كانوا اللي انضموا الينا، وانا عايز اقول لك لنماذج اللي انضمت الينا نماذج مشرفه جدا، يعني ما انا عايز اقول النماذج اللي انضمت لما نسردهم كده نماذج مشرفه. تدخل تجد من اول مجلس شورى النواب والقوانين اللي كان 1866 لحد مجلس النواب 52، وتلاقي الاسره دي وفديين موجودين، يعني كان لهم في مجلس شورى القوانين قامت ثوره 19 انضموا للوفد، مثلوا الوفد لحد سنه 52، فاستعدنا عائلاتنا القديمه في التمثيل. لكن مش معنى كده ان مصر كلها كانت النهارده بحكم المصلحه كان الحزب الوطني فيه 3 مليون عضو، هل دول كلهم فاسدين؟ مجلس النواب النهارده 80% او اكثر من 80% كانوا اعضاء حزب وطني وكانوا قيادات في الحزب الوطني، اقول انهم فاسدين؟ ما اقدرش اقول كده ابدا، ما اقدرش اجي اوصف او اوصم ما قبل 25 يناير كله بانه كان فاسدا في مجمله، يعني لا يمكن، لا يمكن طبعا. طيب كمان مثلا داخل في الصراع على رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين ابو شوقه، هل توجد حرب تكسير عظام صامته خفيه بينكما؟ لا 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 خالص، خلي بال حضرتك، يعني مش علاقتي بالمستشار بهاء ابو شوقه علاقه قديمه جدا. يعني كنت في الوقت ده كنت سكرتير عام الوفد سنه 2000، وكان المستشار بهاء ابو شوقه ابتعد عن الوفد من 84 ل 2000 نتيجه خلاف بينه وبين رئيس لجنه الوفد في الجيزه في ذلك الوقت، وكان قياده وفديه لها احترامها وتقديرها كله عندنا. بدأت علاقتي بالمستشار بهاء سنة 2000، وفي الوقت ده كانت علاقة مستمرة وطيبة ولا زالت طيبة. المستشار بهاء أنا لما ترأست حزب الوفد وعرض علي أن أتعين في الشورى رفضت. الدكتور زكريا عزم كديني قلت له أنا بفضل المستشار بهاء أبو شوقة، لأن أنا في الوقت ده وقبلها، لأن أنا عرض علي التعيين في مجلس الشورى سنة 2002 مرة. وكان الدكتور زكريا عزمي الله يرحمه وكمال الشاذلي، وكنت انا والدكتور نعمان جمعه، وطلبوا ان انا اتعين في الشورى، اعتذرت وقدمنا بدل مني الاستاذ محمد سرحان، فبرضه قدمت المستشار بهاء ابو شوقه. عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا ويمكن كل الوافدين ما يعرفوهاش، الوحيد اللي شاهد على عقد جواز بنتي المستشار بهاء ابو شوقه. لا الى هذا الحد، الى هذا الترابط العائلي، الى هذا الحد العلاقه طيبه جدا جدا. دخل في الوسط شخص او اتنين عارفهم، مو المستشار بهاء ابو شوقه عارفهم. انت عارفهم وهو عارفهم. وهو عارفهم. علشان يتقربوا. احنا نعرفهم. مش عايز اقول لانهم يعني مش علشان يتقربوا المستشار بهاء ابو شوقه بداوا بمشايات ونقل ونقل ونقل. لكن في النهايه العلاقه بينه وبينه طيبه جدا جدا حتى الان. وفي انتخابات رئاسه الوفد، رئيس الوفد القادم زي ما انا بقول في كل مؤسسات الوفد لابد من ان يكون حوله اكبر قدر من التوافق الوفدي اللي حتى يستطيع قياده الوفد. يعني يمكن الظروف اللي جمعت بيني وبين الوفديين مش موجوده لاي واحد رئيس جاي بعد كده. يعني عشرتي مع الوفديين، علاقتي بالوفديين، انا عارف الوفديين بابنائهم باحفادهم، لان انا كنت سكرتير عام وفد من 17 سنه، فتعاملت مع الناس دي والعلاقات قائمه بشكل لن يتاح لأي حد. أيضا جمعتنا ثورتين وجمعتنا مخاطر ثورتين ومواجهة في ثورتين، فقربت بيني وبين الوفدين بشكل، عملت 158 مؤتمر انتخابي، لأن أنا حضرت انتخابات 2010 شعب وشورى، وحضرت 2012 شعب وشورى، وحضرت مجلس نواب 2016 و15 16، فكل المرشحين بتوعنا كنت بروح مؤتمرات بزور البلاد بتعرف على اللجان، كل ده لن يتاح ولم يتاح لحد من قبل. وبالتالي قدرتي على إدارة الحزب في المرحلة دي تختلف عن قدرة أي واحد في المرحلة القادمة. عشان كده لابد يكون في توافق وفدي على مرشح الوفد أو على رئيس الوفد القادم، وبنحاول نعمله من خلال مؤسسات الوفد بحيث ما ندخلش في مشاكل صراعات، لأن الانتخابات في مصر للأسف الشديد أي الخاسر بيظل يحارب اللي فاز في الانتخابات طوال مدته. عندنا في مصر في مجالس نيابية، في أندية رياضية، في مؤسسات، جراح الهزيمة دايما تتغلب عليه، فأنا هفقر هنتقم والله وده لو حصل في الوفد
في المرحلة القادمة هيبقى خطر على الوفد. فإن شاء الله أنا متأكد أن الأسرة الوفدية ستستطيع حسم انتخابات الرئاسة بأقل قدر ممكن من الجراح، ونطلع برئيس كلنا متوافقين عليه بندعمه. لأن أنا برضو بعد ما أترك رئاسة الوفد، لأن دي آخر مدة ليا، أنا ليا مدتين في آخر مدة، بعد ما أترك رئاسة الوفد أنا هظل في الوفد، أنا مش هروح حزب تاني، هظل موجود في حزب الوفد. فيعني لازم أكون حريص على إن الوفد بعد يعني أنت هنا بتفضل أنه قبل الوصول إلى انتخابات تصادمية فيها الصراع بتكسير العظام وتقطيع الهدوم وبالحروب والتراشق، تعالوا نتوافق على رئيس قبل هذه الانتخابات. بالضبط كده، هننتظر مع فتح باب الترشيح أو قبل فتح باب الترشيح بفترة مين اللي هيكون له رغبة نهائية في الترشيح. حكماء الوفد وعقلاء بيقعدوا مع بعض بيقولوا والله احنا بنفضل فلان الفلاني، بنقعد مع الناس اللي هتترشح نقولهم والله احنا هندعم فلان الفلاني. هو ده التصور اللي في دماغي حتى الآن، قد يتغير بعد كده أو كده، لكن أنا أتمنى أن يبقى في توافق وفدي على رئيس الوفد. طب ما جايز شعارك هنا دكتور سيد لابد من التوافق بشرط أن يأتي التوافق بسيد البدوي؟ ما أنا ماليش ترشح، أنا ماليش ترشح. أنا لو كنت هترشح كانت يبقى في انتخابات. لا يعني بمن تريده يعني؟ لا 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 خالص، ولا انت مرجح كفة حد يعني؟ لا لا لا، انا يعني الوفد، يعني حضرتك الناس متصورة ان رئيس الوفد يملك القرار داخل كل وفد، او رئيس الوفد زي رئيس مصلحة او رئيس تنفيذي او رئيس حكومة. لا سواء بي 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 بيملك التأثير والتربيطات. التأثير بالثقة مش بالتربيط، يعني صعب جدا. يعني انا حضرتك بقالي فترة طويلة، طبعا لي ما يقرب هو 7 سنين رئيس الحزب الوفد، انا عمري في اجتماعاته، طبعا كل الوفدين بيسمعوني دلوقتي او معظم الوفدين، عمري ما اتصلت قبل اجتماع هيئة عليا وربطت مع عضو او مع اعضاء الهيئة العليا في اي قضية. عمري ما قلت العضو في الوفد قول الرأي الفلاني او ما تقولش الرأي الفلاني. عمري ما اتصلت بحد قلت له انا رأيي كذا وخليك معايا في الرأي. لم يحدث منذ ان كنت سكرتيرا عاما للوفد، وفي رئاسي 7 سنين واعضاء الهيئة العليا بيستمعوا الي، يعني لم يحدث ان دار حوار بيني وبين حد لتأثير على قراره او لعمل يعني اللي هو فكرة تعمل تربيطات قبل التصويت على خطوة او قرار. لسبب بسيط، ان انا بحترم اراء وعقول الاعضاء الهيئة العليا، وايضا بحترم نفسي، ما ينفعش ان انا املي رأي على الاخرين. بس بالتأكيد يا دكتور سيد، يعني عندك في ذهنك رجل الوفد القادم انت تميل لشخص معين يعني؟ لما تكتمل الصورة، لان حتى الان مش كل المرشحين تقدم، يعني احنا عندنا يعني هنا لو قلنا في بعض الاسماء المطروحة، يعني الاسماء اللي طرحت كده اعلاميا والكترونيا، يعني محمد عبد العليم، داود بهاء الدين، ابو شقه، حتى حسام الخولي. ايوه، ما دول مطروحين، وفي مطروح كمان اسماء اخرى، بس في ناس ما قررتش. لكن عندما تكتمل الصوره انا هعلن، مش هبقى يعني هعلن هيبقى موقفي مع مين بعد ما نقعد مع مؤسسات الوفد كلها، مش الهيئه العليا بس، كل يعني رؤساء اللجان في المحافظات، شباب الوفد، يعني في مؤسسات بتحكم التصويت داخل حزب الوفد. لكن ما عندكش التفكير ان يستمر سيد البدوي رئيسا للحزب من خلف الستار، بمعنى انه يحكم؟ يعني ما هو انت ممكن يكون قانونيا ما ينفع، ولكن يمكن ان احكم من خلف الستار. لا هو شوف حضرتك، لو انا عندي الفكره دي، هناك يعني في اراء كثيره من الوفدين بيطالبوني بتعديل اللائحه وفتح المدد، وكان في كلام عن انك هتعدل اللائحه. يعني لا، انا بتكلم على فتح المدد الرئاسه. يعني اولا ما كانش قبل كده، اللائحه لما وضعت من سنه 78 ما كانش في مدد للرئيس من تاريخ الوفد كله، من سعد زغلول حتى فرداش سراج الدين. واحنا حددنا المدد دي بعد ازمه الوفد في 2006 ما بين القيادات الموجوده في ذلك الوفد والوقت، وانا منهم، والدكتور نعمان جمعه الله يرحمه. فحددنا فتره الرئاسه في تعديل لائحه سنه 2006 فقط، عملناها مدتين. كثير من الوفديين والحريصين على الوفد بيطالبوني وبداوا يجمعوا توقيعات
انهم لان من حق 250 عضو في الوفد انهم يطالبوا بتعديل نص في طيب ما هو ده الاتجاه السائد الان. انا برفض تماما. انا نهايه رئاستي للوفد يوم 2/6/2018. يعني مهما كانت الضغوط عليه، لو اتعدلت اللائحه واتفتحت الترشيحات رغم ارادتي، شوف لدرجه ايه، لن ارشح نفسي في الانتخابات القادمه. طيب يعني انت هنا بتغلق الباب امام بعض من يصوقون الان ويروجون ان الدكتور سيد بدو عايز يعدل اللائحه علشان تمكنه؟ لا انا تعديل اللائحه ده تعديل في تعديل في نص في اللائحه هعرضه على التعديل، لان صاحب القرار في النهايه مش معلق بمده الرئيس. لا ملوش دعوه بمده الرئيس ولا باي منصب يشغله. انا لن اشغل منصب تنفيذي في الوفد بعد 2/6، خلاص انا ساظل كبير العائله الوفديه بعد 2/6. لحد 2/6 انا رئيس الوفد. بعد 2/6 انا ما لناش في منصب تنفيذي، لان ما ينفعش انا لا ابقى مرؤوس لحد، ولا ينفع ان انا لان عندي العلاقات الطيبه مع الوفديين تسمح لي بتعديل اللائحه وافتح المدد. يعني الوفديين العلاقه اللي بينه وبينهم بيتمنوا ان انا استمر اكتر مده واثنين وثلاثه واربعه، فانا برضو مش هستخدم الكلام ده اطلاقا، لان ما يصحش ان انا اعمل لنفسي اي كلام ده. لكن وظيفتي بقى ان انا احافظ على الوفد، ما سيبش الوفد يقول بعد السيد البدوي الوفد تفكك، او السيد البدوي كان يقول زي ما البعض بيحلو له انا او الفوضى. لا، لازم في نص في اللائحه لازم يتعدل اضمن بيه تماسك الوفد. لكن تماسك يعني اللي هو ايه النص بتاع النص المتعلق بانتخاب السكرتير العام ورئيس الحزب ونائب رئيس الحزب، ده النص الوحيد اللي انا هعدله او اللي انا هطرح تعديله. طب وده يعمل تماسك ليه؟ ليه؟ لان السكرتير العام النهارده سكرتير عام الوفد بينتخب من الهيئه العليا للحزب. وده بيبقى لرئيس الحزب يعني يد كبيره جدا في اختياره. الفاصل بين رئاسه الحزب وانتخاب سكرتير عام سنه جديد، يعني هيئه عليا جديده. فبيبقى هنا لو السكرتير العام ورئيس الوفد توافقوا او اتفقوا على شيء، تستطيع ان تغير الجمعيه العموميه للوفد كلها، لان ده الرئيس التنفيذي وده رئيس الحزب، يعني زي رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب. لابد ان يكونوا واخدين قوتهم الاثنين من الجمعيه العموميه للوفد، بحيث يتصرف كل منهم بقوه وامامه انه سندوا الجمعيه العموميه، مش سندوا تربيطات داخل الهيئه العليا بتجيبه او تشيله من مكانه. البعض بيقول ان انا بعمل كده علشان اكرر تجربه بوتين، ان يبقى في رئيس وانا سكرتير عام. ميدفيديف يجي ما هو البعض مش في الوفدين، يعني بعض اللي بيتابعوا شان الوفدي. طبعا اللي قعد، انا من 17 سنه كنت الرجل الثاني في حزب الوفد، ولا يمكن ان اكون الرجل الثاني ابدا. لا اكون الرجل الثاني شكليا، لكن الاول فعليا. لا تنظيميا لن اكون الرجل الثاني. هو السكرتير العام هو بالفعل العضو المنتدب، هو الرئيس التنفيذي، هو محور نجاح الحزب، دي حقيقه. يعني رئيس الحزب بيمثل الحزب، يعني بابليك فيجر. السكرتير العام هو الرئيس التنفيذي، لكن انا لن اكون لا سكرتير عام ولا نائب رئيس ولا في المكتب التنفيذي ولا حتى في الهيئه العليا للوفد. يعني انت حتى بتغلق الباب تماما عن كل من يمكن ان يشطح به الخيال او فكره الخصومه، يعني فتعالوا لا سيد بدوي هيعمل كذا، فانك لن تتولى اي منصب ولا تطمع في اي مقعد داخل حزب الوفد من كان رئيسا لحزب الوفد. طبعا اي رئيس لحزب الوفد هيبقى له قيمته وهيبقى حاجه بالنسبه لنا كلنا بنقدره، لكن لن اكون مرؤوسا لاحد تنظيميا. رئيس الوفد مش رئيس الوفديين، ولا فكرة المحلل كما فعلها بوتين من قبل. لا أنا عشت 7 سنين ب70 سنة سياسة، شهدت مصر فيهم كل التغيرات، مش ثورة. اللي عايز ثورة واحدة بيقول أنا عشت تجربة. أنا عشت ثورتين، وكنا طرف فاعل في هاتين الثورتين، وله تأثيره فيما قبل الثورة الأولى وما قبل الثورة الثانية أيضا. يعني انسحابنا من الانتخابات في 2010 كان مقدمات للغضب، انسحاب الوفد من انتخابات 2010 وانسحابه من مجلس الشعب في ذلك الوقت. يوم 25 يناير أول بيان يطلع يوم 25 يناير مساء
كان عن كان بيان حزب الوفد اللي طالب بمطالب لم تكن تبلورت ثورة ولم تكن لسه جماعة الإخوان تدخلت ولا أثارت الفوضى ولا أثارت الكلام ده كله، لكن كان مجموعة من الأنقياء المواطنين المصريين اللي خرجوا من 25 يناير بشكل يعبروا عن اعتراضهم. ليه ما سمعتش من حضرتك على طول مثلا كده انا مثلا والله ده افضل الاسماء الموجوده المستشار بهاء الدين ابو شقه فانا بدعمه؟ حاليا ليه بتنتظر؟ هقول لحضرتك ليه، لان انا رئيس الوفد لحد اخر لحد يوم 2/6. احب احافظ على العلاقه بين الجميع، بيني وبين الجميع لحد ولا تميل لمرشح على حساب الاخر في الفتره دي. لا يمكن، لو حدث في الفتره دي اصبحت طرف، ولما ابقى طرف وانا بدير الوفد يؤثر على تماسك الوفد ووحده الصف داخل الوفد. طيب بس عايز اسال حضرتك في المحصله النهائيه دكتور سيد، بعض هيقول لا يعني كان متوقعا انه حزب الوفد يمثل تيارا كبيرا في الشارع، يمثل تيارا معارضا، يكون هو ما نقولش يا جماعه الحياه الحزبيه ماتت، لانه ده تعبير هتسمعه كثيرا واكيد بتسمعه، احزاب ايه ده الحياه الحزبيه ماتت. يعني ليه لم يعوض حزب الوفد ذلك على اعتبار انه هو الحزب اللي له الثقل التاريخي والسياسي والوطني كمان؟ يعني ليه؟ انا عايز هقول لحضرتك، الاحزاب السياسيه في العالم كله جزء من المناخ السياسي الموجود. هل المناخ السياسي الحالي قائم على التعدديه الحزبيه الحقيقيه؟ اقول لك لا. ودي النقطه اللي لازم نطالب بها الرئيس السيسي في دورته الثانيه. دعم التعددية الحزبية هو طوق النجاة لمصر، والوحيد القادر على دعم التعددية الحزبية في مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته القادمة إن شاء الله. إحنا في الانتخابات تعدنا 30 سنة نحاصر الأحزاب السياسية، لحد قامت ثورة 25 يناير كان الفصيل الوحيد المنظم والممول وصاحب القوة العسكرية والتخطيطية والتنظيمية هي جماعة الإخوان المسلمين. قفزت على ثورة 25 يناير واختطفتها. لا تتصور أن الإخوان أو أي طيار متطرف انتهى بثورة 30/6. لا، دول في حالة بيات، في حالة كمون لانتهاز فرصة فراغ أخرى ويقفزوا برضو على السلطة، وبالتالي تأمين مصر وتأمين الدولة المدنية الحديثة بدعم التعددية الحزبية، ودي مسؤولية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته القادمة. أنا طبعا عذره في الأربع سنين الأولى، لأن كان دوره في المرحلة دي هو تثبيت الدولة المصرية وحماية الدولة، حماية أمن واستقرار مصر وأمن واستقرار المواطن في منطقة مليئة بالصراعات وبالمتحديات الخارجية والداخلية. الحمد لله، لا، الدولة مصر وقفت على رجليها. في مرحلة قادمة صاحب الرصيد الشعبي اللي يستطيع تنفيذ المادة الخامسة من الدستور اللي بتقول ان الحياة السياسية تقوم على اساس التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة، اللي يستطيع الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب ما جايز لو انت بتعمل نقد ذاتي شوية او جلد ذاتي حتى تقول لا يا جماعة احنا ابتعدنا عن الجماهير، ما عندناش قواعد شعبية. احنا ابتعدنا، مش ابتعدنا، احنا خدنا انتخابات في ظل انفاق مالي ضخم جدا جدا جدا، في ظل احزاب مدعومه، واستطعنا ان احنا يكون لنا مدعومه يعني مش هوضح اكتر يعني واستطعنا احزاب بقالها كان عمرها سنه ما وخدت مقاعد، ما هو يعني واستطعنا ان احنا نبقى عندنا 44 نائب في البرلمان. مش عايز اقول لك التحديات اللي واجهنا. انا قبل انتخابات مجلس النواب اللي فاتت جالي احد زملائنا في الهيئه العليا. واحنا كنا بنشتغل بقوه شديده جدا في هذه الانتخابات، لكن الحقيقه انا كنت يعني عايز اقول انا كنت بمجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي تصورت ان مصر استقرت وان احنا خلاص ملكنا، كنا خلصنا الدستور، ما كانش لسه العنف وعمليات. ما تخيلتش ان كل هذه المخططات ما تخيلتش ان كل هذه المخططات كانت موجوده. والحقيقه دخلت في صدام
ايام قائمه حب مصر، كانت ايامها يعني قبه ده كان لها اسم كده ايام الدكتور الجنزوري وبعد الدكتور الجنزوري. فدخلت في صدام شويه حب مصر ودعم مصر دخلت في صدام وانا متصور ان احنا تجاوزنا مرحله الخطر، وده كان يعني لاني لا امتلك المعلومات الامنيه، فدخلت في صدام. دفعنا ثمن الصدام ده، يعني دخلت في صدام مع يعني دفعنا ثمنه. ليه تدفع ثمن؟ يعني اصبحت بالنسبه للبعض ان انا يعني ما هو المعلومات مش عندك. لقيت احنا خلصنا الدستور، الرئيس عبد الفتاح السيسي جه انهم كانوا شايفين انه لازم يكون في كتله نيابيه كبيره علشان في مؤامرات وفي مخططات. انا ما كنتش يعني مش الرؤيه الامنيه مش قدامي. الوضع الخطر بان بقى، ظهر بعد كده يعني، وانا براجع نفسي ظهر بعد كده. وطبعا مش السياسه مش 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 مش, مش بالورقه والقلم. ف احد زملائنا جالي قال لي بص ما تتعبش نفسك، احنا مش هنجح لنا غير 4 نواب. قلت له عن مين عدد المرشحين ده؟ قال لا انا بقول لك يعني. فالحمد لله ربنا اراد وبذلنا جهد، وكان عندنا 76 نائب بيعيدوا وما وفقوش، وبقى لنا عدد من النواب موجود. الاحزاب بتقعد تشتغل عشان المجالس النيابيه. وانا ما بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته القادمه يدعم التعدديه الحزبيه، مش دعم مالي، لكن تشريعات تعيد الاعتبار للاحزاب السياسيه كقناه رئيسيه من قنوات المشاركه السياسيه. يعني قانون الانتخابات، قانون الانتخابات الماضي لو كان بالقوائم كنت هتشوف حزب الوقت شكله ايه، لو كان بقوائم نسبيه كنت هتشوف الاحزاب موجوده في البرلمان، كنت بدل ما هتشوف ائتلاف دعم مصر اللي بيضم مستقلين كنت هتلاقي ائتلاف حزب من 3 احزاب 4 احزاب بيشكلوا الحكومه. لكن النهارده احنا دخلنا في انتخابات فرديه، انفاق مالي ضخم جدا لا تمتلكه او لا يمتلكه حزب الوفد او اي احزاب او اي حزب اخر. يعني يمكن المصير الاحرار كان بيمتلك ثروه المهندس نجيب ساويرس وانفاق المهندس نجيب ساويرس، وقدم مجموعه من المرشحين محترمين وكل شيء وكان وطول. لكن الوفد لم يكن لديه اي مال لينفقه، وضاع منه الحزب بعد كده استيقظ في لم يجد الحزب. احنا انفقنا على الانتخابات اللي فاتت رقم ما يزيدش عن 1.5 مليون او 2 مليون على حوالي 280 او 290 مرشح. فكل ده ما 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 يعني احنا قانون الانتخابات القوائم النسبيه هو ده اللي هيحقق تعدديه حزبيه حقيقيه تملا الفراغ السياسي. اي فراغ يا وائل بيه هيملاه طيار. الفراغ السياسي اللي اتوجد من سنه 52 لحد 25 يناير ملأوا الاخوان المسلمين. لو قعدنا بعد 20 او 30 سنه في فراغ سياسي لا يوجد تعدديه حزبيه قويه، هيجي تيار متطرف باسم او باخر، او الاخوان المسلمين باسم او باخر يملأوا هذا التيار بعد 30 سنه بعد 40 سنه. ادي احنا شفنا من 54 اعتقد الرئيس جمال عبد الناصر انه قضى على الاخوان المسلمين. في 25 يناير 2011 قفزوا على السلطه، وبالتالي مساله مهمه جدا. يعني انت حتى بتقول اوعوا تتوهموا ان تيارات الاسلام السياسي والاخوان تحديدا انتهوا طول ما في فراغ سياسي وحزبي، لا هيظلوا هما القوى البديله. يعني قبل 52 القوى البديله اللي جاهزه عايزه تتسلل في قبل 52 وكانت جماعه الاخوان المسلمين اللي اتاسست سنه 28 في اوج قوتها بمؤسسها الشيخ حسن البنا، وهذا الرجل كان يقال انه ساحر في الكلمه، لم تستطع ان تواجه الاحزاب السياسيه وان تواجه الوفد، وارتمت مره في احضان الملك ومره في احضان الانجليز عشان يواجهوا الوفد. فهنا لما يكون احزاب سياسيه قويه هي دي اللي هتواجه، هي دي اللي هتربي كمان الاجيال، هتربي الكوادر الحزبيه والكوادر السياسيه. النهارده انا يجي يقول لك الشباب، ليه الشباب ليه ما يبقاش عندي رئيس جمهوريه عنده 35 سنه ولا 40 سنه زي فرنسا؟ ليه ما يبقاش عندي رئيس حكومه عنده 30 سنه و 32 سنه زي ما بنشوف في دول اوروبا او غير أو في اي دوله اوروبيه؟ لان الشاب الفرنسي او المواطن الاوروبي بيتعلم سياسه من هو لسه داخل المدرسه، بيتربى داخل مجتمع بيؤمن بالتعدديه، احزاب سياسيه بتتلقفه وتدربه وتعده سياسيا، وبالتالي لما يوصل سنه ل 30 او 35 سنه بيكون قضى حوالي 20 سنه في الاعداد السياسي.
احنا عندنا في مصر ما فيش حاجه بالشكل ده خالص. بالتالي ما تجيش تقول لي الشباب هو فين؟ الشباب لم يعد سياسيا. يمكن في تجربه اعداد شباب دلوقتي، لكن الحقيقه هي المدرسه الوحيده والحقيقيه والمؤثره في اعداد الشباب هي الاحزاب السياسيه ايا كانت. يعني الرئيس عبد الناصر عمل منظمه الشباب، اعدت قيادات وكل شيء، لكن في النهايه راحت فين؟ اذا ما كانش القيادات اللي تطلع، يعني اللي الرئيس بيرعاها النهارده، تطلع تنطلق على الاحزاب عشان تستكمل تدريبها وتاهيلها وعملها اليومي والاحتكاك اليومي بالمواطن وبالحزب، هتنتهي برضه. طيب سؤال الاخير اليك اللي بعود فيه للوفد تاني، دكتور السيد بدوي اهم هدف عنده انه سيحافظ على الوفد، لان الصراعات الانتخابيه والتربطات والمنافسات تصل احيانا الى حد الحروب الاهليه، واحيانا في رئيس وهو ماشي يقول لك كده والله لا افككها قبل ما امشي عشان يشوفوا قيمه سيد بدوي. ده لن يكون باذن الله لسبب بسيط جدا، لسبب بسيط جدا. ان انا في عهدي انضم للوفد قيادات وكفاءات عاليه جدا. ولا يمكن وكان ليا تاثير وسعي وضميت ناس. لا يمكن اسيب الناس دي ولا يمكن اسيب الوفدين القدام في فراغ. ده مسؤوليتي اولا تجاه الحزب وتجاه الوفدين. فمساله ان افكك او ان انا اسيب الصراع انا كنت من زمان عملتها، لان انا بعد انتخابات مجلس النواب وخرجت بالنتائج المرضيه الى حد كبير، كنت اقدر اقول انتخابات رئاسيه مبكره وانهي الموضوع واستريح، لان اداره حزب بحجم حزب الوفد مش بالامر السهل او اليسير، ومؤثر على عملي ومؤثر على يعني على حياتي اليوميه، سواء يعني اسرتي عملي كل شيء، لانك النهارده بتدير مؤسسه سياسيه، اكبر مؤسسه سياسيه في مصر، شاء من شاء وابى من ابى، 100 سنه سياسه، من سنه 100 سنه وظل الوفد باقي. شوف حضرتك كل الاحزاب ما قبل 25 يناير هي فين؟ هي فين؟ ومنها احزاب تاريخيه محترمه راحت فين؟ انتهت جميعا، لكن الوفد باقي، لان في الوفدين بالنسبه لهم الوفد تراث وطني، عقيده، تراث ورثوه عن ابائهم واجدادهم، وبيعتبروا ان ده امانه لازم يحافظوا عليها. فانا بالنسبه لي الوفد مش فكره حزب، ده انا تراث وطني ورثته عن ابويا وعن جدي، ومسؤوليتي طول ما انا على قيد الحياه ان انا اسعى للحفاظ عليه. عشان كده مساله ان انا اسمح بتفكيك الوفد لن يحدث. طيب السؤال يعني برضه في تعليق اخير كده، البعض ممكن يقول يعني هل ستدخل استراحه المحارب، بمعنى يعني طارت قناه الحياه وطار حزب الوفد، ولا بتاخدها على اعتبار ان التاريخ لا يمكن ان يطير يعني، وانه سيد البدوي سيظل يلعب دورا في الحياه؟ شوف هقول لحضرتك حاجه، يعني انا مش مهتم قوي بمساله التاريخ ومساله انك سبت دور او ما سبتش دور، لان انت بتادي الواجب اللي عليك في مرحله تطلب انك تقوم بواجبك. يعني انا لو بحسب اي حسابات، يعني عايز اقول لك يا وائل بيه، ممكن اي سياسي يكون عنده بطولة وشجاعة في الرأي وفي التعبير وفي الانطلاق، ما عندوش المصالح اللي ممكن يضار بسببها. يعني هنا ممكن يكون دفع الثمن بالنسبة له أقل، يعني ملوش ثمن، مش هيدفع ثمن، مش هيدفع ثمن، إنما لما بيكون رجل أعمال فلوسه في السوق. أنا اخترت حزب الوفد وهو معارض، ومارست سياسة في حزب الوفد بمنتهى القوة بلا حسابات وبلا تردد. عمري قدام أي موقف ما ترددت إلا مراعاة للمكان اللي أنا بمثله. يوم 25 يناير ما حدش قال يطلع أقول بيان. يوم أول فبراير ما حدش قال يقول إن الرئيس فقد شرعيته وعليه ترك منصبه. يوم 30/6 ما حدش قال يقول اطلع بيان إن 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 الجماهير النهارده عزلت رئيس الجمهورية ومنعه قدام مصر رئيس الجمهورية فقد شرعيته. كل الكلام ده أنا عملته من غير ما أتردد، ما فيش موقف وطني حسبت حسابات فيه أو قلت إيه اللي ممكن يحصل معايا أو إيه اللي ما يحصلش معايا. أنا اتمنعت من السفر في العهود كلها.
وكان التتبع ليا في عملي وفي كل تحركاتي تتبع شديد جدا لمحاولة الإيقاع بي. لكن أنا كنت بأدي بدون حسابات، بشوف ربنا سبحانه وتعالى ومسؤوليتي اللي أنا مسؤول عنها، وبالتالي أنا أديت دوري على قدر استطاعتي، أصبت وأخطأت شأن أي بشر. لكن أنا في النهاية مش استراحت الحياة، أولا عمري ما طلعت في الحياة، يعني أنا بطلع مع حضرتك وبتشرف أن أبقى معاك، لكن أنا عمري استنيت هذه القاعدة، أنا عمري ما طلعش في قناتك، قناة مملوكة لك، لا عمري ما طلعت ضيف في الحياة، عمري ما طلعت ضيف في الحياة، وبالتالي فقد الحياة اللي يؤثر علي، أنا ما بطلعش في الحياة، زائد ان انا مش من هواة الظهور الاعلامي وزواء، مش يعني بتطلع في فترات قليله، فترات يعني قليله وباختيار قليل ومحبه الاستاذ وائل عندي، والله صحيح يعني انحيازي لك يعني لا اخفي دائما يعني، ومحبتي ليك طبعا الناس كلها عارفاها، فانا يعني حتى في حوارات الصحف والله لو تشوف حضرتك قد ايه بتردد، عشان انا مش من هواة فهنا ما بتحسبهاش بمحصلة يعني المكاسب والخسائر. انا عندي شغلي الرئيسي وهو صناعة الدواء، والحمد لله لدينا شركة تعتبر متعددة الجنسيات عربيا، بتمتلك مصانع في الدول العربية، بتمتلك مصنع في سويسرا، وانا بديل الصناعة دي. لا، وبالاضافة لدورك الوفدي، دور الوطني ودور السياسي ودور الوفدي، يعني في اي موقف وطني هبقى موجود، انا مواطن مصري، مصلحة طبعا مصر تقتضي ان انا ابقى موجود، ان انا اؤدي دور، هأؤدي الدور ده بما يفرض. وطبعا الوفد ده بالنسبة لي عمري كله انا عضو هيئة عليا، من اول هيئة عليا تشكلت في الوفد، انا بقالي عمري كله في الوفد. دكتور سيد بدوي رئيس حزب الوفد، انا بشكر حضرتك على المحطات المتنوعة اللي اتكلمنا فيها، رغم ما فيها من ازمات، لكن كل ثقة في النهاية إن شاء الله إن السفينة سترسو على الشاطئ بأمان إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. ألف شكر. شكرا. مشاهدين هنكمل معاكم بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا نحييكم من جديد، ومن جديد أيضا نؤكد، هل نهتم بالشكل أم بالمضمون أم بهما معا؟ بمعنى أنه البعض ممكن يقول أنه من الأفضل ومن الأولى أن نفكر كيف تتقدم الجامعات المصرية من حيث التحصيل العلمي والبحث العلمي والقيمة العلمية بعد أن تدنت مستوياتها يعني في أو مقارنة بجامعات العالم، يعني بدلا من الاهتمام بالملابس. لكن في المقابل لا، في وجهات نظر بتقول لابد من الاهتمام بالقيم، وبدون الحفاظ على القيم لا يمكن أبدا أن يكون هناك أي علم، ويمكن أن تزداد المشاكل والكوارث الاجتماعية والأخلاقية الناجمة عن ذلك. احنا كنا ناقشنا معاكم هذه القضية من قبل، لكن بنناقشها دلوقتي من تاني. ليه؟ لان معانا من اتخذوا هذه القرارات المتعلقة بالحفاظ على الاحتشام داخل الجامعة، هنشوف هنتناقش في ده، هل ده مهم جدا ولا يتناقض ابدا مع ايضا البحث عن المضمون وعن القيمة العلمية لجامعاتنا، ولابد من الاهتمام بالشكل خاصة بعد أن ازدادت المهازل زي ما بيقولوا، ولا الحقيقة ده بيضيع القضية وبيدخلنا في قضايا شكلية بعيدا عن القضايا الحقيقية. هأقدم الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها كرئيس جامعة، يعني الدكتور سيد أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل، وحسمع من حضرتك ما هي الخطوات التي اتخذتها، وايضا الدكتور حنان يشار عميد كليه التربيه النوعيه بجامعه المنوفيه. دكتور حنان اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. وايضا هعرف منك طبيعه هذه الخطوات اللي اتخذت ايه، ونشوف على الجانب الاخر
دكتورة ثريا عبد الجواد، أستاذ علم الاجتماع بآداب المنوفية. دكتورة ثريا أهلا بك. أهلا بك. دكتور رضا علي حسن، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنيا. أهلا بك أستاذ وائل. طيب خلينا نبدأ بك الأول دكتور الدكتور حنان. إيه الخطوات اللي اتخذتيها تحت شعار لا مش هينفع نسيب المهازل داخل الجامعة بهذا الشكل، ومش هيبقى فيه علم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، لكن لازم احافظ على الاحتشام، خاصة انك دخلت كمان في قصات الشعر وحاجات كده. ايه اهم الخطوات؟ احنا بدأنا من السنة اللي فاتت من نهاية العام الدراسي، الترم الدراسي للعام الماضي. لاحظنا ما كانش منتشر البنطلونات المقطعة دي قوي، اللي كان منتشر قوي قوي كان منتشر القصات اللي هي الغريبة اللي احنا بنتكلم عليها. وكان في تنبيه، بس كنا ايام امتحانات، فطبعا ايام الامتحانات ما بنمنعش طالب من دخول الامتحان. ولقينا في استجابة. كنا بدأنا بحملة ضد التدخين، فكانت نجحت إلى حد كبير جدا، فبدأنا حملة ضد القصات المختلفة، واللي هي مش هقول لك شاذة ولا غريبة، لا بس هي قصة مش لا تليق بالحرم الجامعي. وخصوصا لما قصات شعر رجال ولا رجال واولاد وبنات؟ لا اولاد بس، شباب أولاد. بس شباب بس. يعني لاحظت ان في قصات شعر لا تليق بالرجوله وبالجامعه. عارف حضرتك اللي هم بيطولوا اللي في النص وبيقصوا اللي على الجناب، واللي في النص ده بيحط فيه جل وحاجات كده عشان يفضل واقف كده. فبعدين هي دي الحقيقه الواقعه يعني. فكان تنبيه فقط لغير على ان احنا رافضين هذا. لما بدأنا العام الدراسي دوت، لفت نظري بقى ان عارف حضرتك بقى اول يوم دراسة انا فوجئت، كان عدد مش هقول لحضرتك كبير لان بالعكس هو اللي رافضينه اكتر، بس لقيت عدد لا بأس بين من الطلبة داخلين وبالبنطلونات دي الرجل كلها من فوق لتحت، او حاطين وراها قماش. وعلى فكرة كلمة رقعة كلمة عربية فصحى كويس يعني، دي وهي في فن اسمه فن المرقعات يعني، مش كلمه دارجة. لا لا هي مش كلمه بذيئه. ففوجئنا ان احنا حاطين بقى الوان ورا المقطع ده، وبعدين فوجئت مثلا البنات المحجبه الجزء اللي فوق حاطين فيه رقعه من تحت، لكن الجزء اللي تحت سابينه مفتوح، فلقينا شكل طبعا لا يليق بالحرم الجامعي، لا يليق بالاحترام اللي احنا بنتكلم فيه، ولا يليق بالجوده اللي احنا بنتكلم عليها والسعي اللي احنا بنسعاده قبين لكل مناحي العمليه التعليميه. فقلت احنا بنفكر في العمليه التعليميه ونرتقي بيها، لابد ان ارتقي بالاخلاق، لابد ان ارتقي بالقيم من وجهه نظري. وبعدين لما اتكلمت في الموضوع ده انا فوجئت ان اعضاء التدريس كلهم مؤيديني، بل بالعكس لقيت ان بيقولوا طب يا دكتوره احنا نفسنا رافضين وجودهم في قاعات المحاضرات، طالما كده نساعد بعض. فقلت لهم هيا بنا. فقعدنا اسبوعين بنوجه مجرد تنبيه للطلاب، خلي بالكو الشكل ده مش حلو، احنا منعين الدخول لان ده لا يليق بالحرم. طب الشكل ده مش حلو يعني، ما هي كلمه مطاطه، بس هل محدده؟ لا محددين. قصات شعر معينه تمام، احنا ما جبناش معينه، لبس معين تمام، احنا ما جبناش سيره قصات الشعر انها كانت من العام الماضي وما لقيناهاش ملاحظه السنه دي خالص على فكره يعني. ما كانتش ده، كان السنه اللي فاتت الحمله التدخين والقصة الشعر القزع مع التنبيه على البنطلونات، يمكن عشان كده احنا ما لقيناش التدخين بنعيده تاني مع سنه اولى. القصة الشعر ما يعني ما كانتش موجوده السنه دي غير قله قليله جدا، وهم عارفين ان غلط فعدلوها على طول. البنطلونات بقى بدانا ننبه بيها اسبوعين كاملين مع وجود اعلانات في الكليه. حطيتي اعلانات كده في الكليه؟ طبعا احذروا البنطلونات المقطعه فيها سم قاتل. لا ما عملناش كده، لا احنا قلنا ان ممنوع الدخول بكذا وكذا، ممنوع الدخول. ممنوع الدخول. وبدانا بقى نعمل ايه شفوي، بمعنى ان انا انت عارف حضرتك في بدايه العام الدراسي اللي في الجامعه كلهم هياكدوا هذا، احنا بقى عندنا بنستقبل الطلاب الجدد، فبنبقى في وسطهم في الحوش بتاع الحرم الجامعي، فكنا معاهم العميد والوكلاء والاساتذه، بدانا ننبه عليهم، بدانا نتكلم مع رعايه الشباب تتواصل مع الطلبه، بدانا اتكلم بقى مع الاتحاد الطلبه، اتكلم مع الجواله ان ساعدونا انتوا اقرب منا للطلبه، قولوا لزمايلكم. وخصوصا ان كان في كان مطلب يا دكتور، انا هقول لحضرتك يا فندم، ان كان مطلب من بعض الطلبه ليه زمايلنا لابسين. طيب هذا البنطلون مقطع بس ولا طب انا ممكن اشوف حد تاني لابس مبتذل لكن فاتح صدر مثلا، عامل فاتح طرق اي حاجه هو اللي كان ملاحظ ده يعني. انا هقول لسيادتك على حاجه، احنا لما اشتغلنا في الموضوع ده انا فوجئت ان الطلبه بيقولوا ايه، طب يا دكتوره احنا عايزين نعمل حمله ضد الليجنز اللي هي البنطلونات الضيقه جدا دي. فانا ضحكت قلت لهم انتوا بداتوا يعني، انتوا تفكروا انتوا عايزين تمنعوا ايه
يعني انت بدأوا هم اللي فكروا انتوا عايزين تمنعوا ايه. فقلت لهم طب نخلينا خطوه بخطوه، احنا بنتكلم على الاخلاق بصفه عامه وعلى القيم بصفه عامه، فاحنا قلنا البنطلونات دي لان هي الاكثر شيوعا. انا مثلا في الجامعه او في كليه التربيه النوعيه ما عنديش مكياج صارخ لان برضو المكان اللي احنا فيه مش يعني مش متفتح قوي. طبعا اشمون مدينه مش قريه، ومدينه كبيره مش مدينه صغيره، وعاصمه المركز بس برضو مش زي القاهره مش زي اسكندريه. فعندنا الامور هاديه لحد كبير جدا، مفيش مكياج صارخ، مفيش ملابس ضيقه زياده عن اللزوم، مفيش مفتوح خالص، حتى غير المحجبات مفيش مفتوح خالص. فيمكن ده مش ملاحظ، اللي كان ملاحظ وكان ما بين الشباب اكتر من البنات هو البنطلونات المقطعه بشده وبعنف. طيب وقبلها قصات الشعر للشباب، ودي انت بتقولي قضيت عليها الى حد كبير جدا. الى حد كبير. طيب كبير جدا. خليني هنا وانا بسال حضرتك دكتوره فرعية، هل دي حريه شخص اعتداء على حريه شخصيه، وان الجامعه يجب ان تكون مهمومه بان احنا يا جماعه هنرفع مستوى الطلاب علميا ازاي، ولا اشوف قصات شعرهم عامله ازاي، خاصه الدكتوره هنا كعميد كليه لا دخلت كمان في قصات الشعر، هل ده دور عميد الكليه ودور قيادات الجامعه؟ اطلاقا، يعني مع احترامي لكل الكلام اللي حضرتك قلتيه وواضح، وانا بصدق الكلام اللي حضرتك قلتيه انه في يعني تفاهم مع الطلبه، والطلبه قالوا وبعض الطلبه اعترضوا ولقينا كتير ولقينا قليل. وانا في تقديري انا في جامعه لم يحدث ابدا ابدا ان اشتكى احد من انه طالب لابس بنطلون او لابس عامل شعره كده، او الحاجه الوحيده اللي احنا بنتضرر منها وبنحس الشباب على منعها هي السجاير. لكن دعيني بقى أجاوب على سؤال الأستاذ وائل فيما يتعلق بقضية الشكل والموضوع، وهل هذا الموضوع في إطار الحرية الشخصية؟ أنا في تقديري أن كل من دافع عن هذا الموضوع أنه الشباب ما يصحش تلبس، والطرف الآخر يقول دي حرية شخصية، أنا في تقديري أن الموضوع مرتبط بالمرأة تحديدا، بقضية التمايز ضد المرأة. لأنه أنا أعتقد أن الولاد من زمان ومن قبل البنت، يعني أنا بقول لحضرتك البنت فقط السنة دي أو البنات بقوا يلبسوا البنطلون المقطع، من سنتين ثلاثة أربعة كان الولاد بيلبسوا البنطلونات دي وكنا نستغرب جدا، لكن ما كانوش بيصيروا حد. لكن مجرد وانس أن المرأة هي اللي ارتدت هذا النقاب فبدأ الكلام عن الحشمة والأخلاق والقيم. الحقيقة إذا تحدثنا عما يسمى بالشكل فهناك قيم تؤثر في هذا الشكل أكتر من اللبس وأكتر من الشعر وأكتر، يعني عندنا الملازم الجامعية اللي مكتوبة بشكل يعني يندى له الجبين، لا تقدم معارف للطالب، لا تجعل الجامعة في موضع ترتقي بمعارفها. عندنا ما يحدث في منح رسائل الماجستير والدكتوراه، وأنا أعلم أن ناس كتير هتزعل من كلامي هذه الليلة. عندنا الغش في الجامعات، عندنا هل الغش لا يعتبر قيمة؟ مفروض أن احنا ننتفض كما انتفضنا في قضية البنطلون. ألا يجب أن يكون العميد هم الأساسي العملية التعليمية وجودتها وكفاءتها والنتائج المترتبة عليه؟ يعني احنا بنشوف ان العميد ما فيش حد عميد انتبه ويقول حال الجامعة كده، هو في ميزانية نقول له ده احنا ما بتكلمش عن عميدنا. انا بس انا حريص طبعا ان الحوار كان يبقى يكون بين اساتذة الجامعة وقيادات جامعة واساتذة الجامعة لاعتبار عايز اشوف ده، هل ده في صالح الجامعة؟ يعني انا لا. عايز اقول انه في حاجات تانية يجب التركيز عليها هي في صالح الجامعه ولا طيب. ننتقد. تعليق اخير قبل ما اخد دكتور سيد يقول لنا وجهه نظره اللي هو عملها في ده. اقول لحضرتك على حاجه، كليه التربيه النوعيه هو شايفه انت بتستهدفي المراه كمان اطلاقا. انا مراه، الهدف هو المراه. لا انا مراه. هقول لحضرتك على حاجه، انا اهتمي بالعمليه التعليميه بدليل الحمد لله رب العالمين كليه التربيه النوعيه جامعه المنوفيه العام الماضي احنا حصلنا على 22 ميدالية في إبداع نوعيات ما بين ذهبية فضية برونزية، حصلنا على المركز الأول في مجال العلوم الإنسانية في مؤتمر على مستوى الجامعات العربية. تمام، عندي 2 أساتذة حصل على جائزة الجامعة التشجيعية. لا أنا هكمل الحركة، أنا قصدي إيه بالسرد اللي أنا بقوله، أنا بقول ما احنا في اهتمام بالعمليات التعليمية الحمد لله. موضوع الكتاب الجامعي يعني يؤرق
جامعة المنوفية رئيس جامعة النواب بعمدة، لأن إحنا كتاب الجامعة عندنا حاليا بيخضع لمنظومة أنا بقول إنها في منتهى الروعة وتم التجديد عليها، إن كل كتاب جامعي بياخد موافقة مجلس قسم. طيب مجلس عشان بس ما بعيدش عن الموضوع بالضبط، أنا مع حضرتك يعني شايفة إن ده قضية مهمة وليست شكلية. التوازي يا فندم، أنا بتكلم في قيم وأخلاق وعملية تعليمية، فأنا بقول التوازي إن أنا أهتم بالاثنين، مفيش عندي قضية تضغي على الأخرى. طيب. مش هيبقى فيه عملية تعليمية بدون أخلاق. طيب. دكتور السيد القاضي، وهل الأخلاق تتحدث فقط في اللبس وفي ارتداء الملابس وفي تسريحة الشعر؟ هناك أخلاق أخرى تعلميها سيادتك في الجامعة لا يجب البوح بها أمام الناس. يعني مش بس اللبس ومش بس الشعر، في حاجات والأساتذة والدكاترة لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء. أخلاق الطلبة نفسهم والتعامل وكذبهم وسرقتهم وأشياء كثيرة جدا ومشاكل كثيرة جدا داخل الجامعات تتعلق بالسرقات العلمية وبمنح الدرجات وأشياء كثيرة جدا يجب أن ننتفض من أجلها. هذا ما أريد أن أوضحه. أما الجانب الشكلي ويجب أن نراعي أن الشباب في مرحلة سنية في كل بقاع العالم يلجؤون ويتطلعوا إلى تقليد الموضة وبتاخد وقتها وبتعدي، ولكن أردت أن أنا أقول أنه في شقين، شق خاص بالمرأة في المجتمع والنظر إليها، وأننا مجتمع ذكوري انتفضنا انتفاضة شديدة لمجرد أن ارتدت المرأة بنطلون فيه حتة في قطعة كده بتبدي يعني قطعة من أو قطعتين أو ثلاثة يعني. أو ثلاثة يعني في رجلها. طيب دكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، حضرتك يعني كرئيس جامعة ربما يعني الأكثر من حيث القيادة في من هم على الطاولة، يعني رئيس جامعة وأيضا اتخذت خطوات متعلقة بالحشمة والاحتشام داخل الجامعة، كان إيه أهم هذه الخطوات؟ هو الحقيقة يمكن اسمح لي في البداية أن احنا نسجل أن الجامعات المصرية بتسعى سعي جاد جدا لتطوير نفسها وتطهير نفسها واتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات اللي تؤهل إلى تحسين الأحوال داخل الجامعة سواء كانت في التعليم أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع. حقيقة في البداية أقول إن احنا ما بنفرقش بين الرجل والمرأة، ويمكن المرأة دي هي الأم والأخت والزوجة وحاجات كتير كلنا بتمثل لينا حاجة كبيرة جدا ما نقدرش نضغى عليها وما نقدرش نقول إن احنا بنحط تشريعات ضدها أو تحد من حريتها. الحقيقة يمكن في جامعة بنها كانت الظاهرة في وقت من الأوقات كانت الطلاب بتلبس شورت أو بحاولت تلبس شورت وتدخل به الحرم الجامعي أو البنطلونات اللي كانت بتبقى ساقطة من الوسط وحاجات شبيهة بهذا. الحقيقة يمكن احنا وعينا الطلاب وعملنا معهم ندوات والعمداء قعدوا معهم والقيادات قعدت معهم، الحقيقة بنحاول ندي توعية في هذا الشأن برضو بالنسبة للملابس الممزقة والملابس الشفافة اللي هي تسير في هذا السن من الفترة العمرية للشباب بتسير بعض المشاكل اللي هي كانت تسير إلى التحرش أو خلافه أو عدم التركيز للطلاب أثناء المحاضرات بتاعتهم، وإحنا جامعات الدراسة فيها مشتركة وبيبقى في أعداد في بعض الكليات زي الكليات النظرية بيبقى أعداد الطلاب فيها متزايد شوية، فالحقيقة بنحاول أو بنوجه ونقول للطلاب عايزين برضو نلتزم بأنك داخل حرم جامعي وانت داخل الحرم الجامعي احنا ما بنحبش حريتك ولا حاجة، لكن بنقول كل مكان بتروحه له الملابس المناسبة ليه وله الإجراءات المناسبة ليه. فالحقيقة يمكن في جامعة بنها نادرا يعني ان احنا بنلاقي حالات من الحالات دي، والطلاب الحقيقه والطالبات ملتزمين بوضع سلسله الخطوات كانت ايه يا دكتور؟ والله هي الخطوات كانت برضو اي اجراء بيتبع بيسبقه تمهيد ويسبقه توعيه ويسبقه ان احنا بنقول للطلاب ونقعد معاه ونعمل معاهم ندوات للحوار.
للصالح العام والمصلحة العامة وهكذا يعني. فالحقيقة يمكن كان في تنبيه لبعض الطلاب اللي دخلوا بما شرطات أو عايزين يدخلوا بشرط وحاجات زي كده، لا ما يسمحش بالدخول به، لابد انك تلبس بنطلون وكده. وده يعني كم حالة عرضوهم، يمكن انا فاكر في الوقت ده كنت عميد في كلية الهندسة الشبرى، فانا قلت لا يعني لابد انك تكون لابس بنطلون ولابد انك يعني تلتزم انك داخل حرم جامعي. والحقيقه الطلاب ملتزمين يعني نسبه كبيره جدا منهم، ما بنواجهش الظاهره يعني. الحقيقه انا مش شايف اني عندي ظاهره لي. طب لما هي مش ظاهره، ما انت كان ممكن تسيبها وما تاخدش خطوات يعني، خلاص تقول طالما ان يعني 5-6 في وسط الاف، ما طب انا ليه انبه لقضيه زي دي؟ هو التنبيه مهم لي عشان ما ناخدش اجراء، اما يجي طالب ونقول له لا ما انت مش هتدخل لانك ما انتش لابس او انت مش لابس بالطريقه المناسبه للحرم الجامعي. فلازم نوجهه الاول، ولازم نقول له، ولازم نتحاور معاه، ولازم نتكلم معاه. وده المطلوب دلوقتي، ان ما تبقاش قرارات يعني فوقية وتطبق، لا احنا لابد ان احنا نناقش ونتحاور، لابد ان نفتح قنوات ما بيننا وما بين طلابنا وما بيننا وما بين شبابنا عشان نوصل للقناعة. يعني طيب انا لا اريد ان اتدخل اكتر من اللي بس انا الحقيقة بس انا يعني سؤال واحد، بس سؤال واحد اسجل بس حاجة يعني. احنا مش عايزين نعمم ان اعضاء التدريس والاساتذة في الجامعة عندهم سرقات وعندهم بالتأكيد. عندهم بالتأكيد. دي حالات بتبقى حالات نادرة، وهنا لابد ان الجامعة تأخذ اجراء مع هؤلاء. صحيح. عشان هؤلاء النظرة، عشان ما تبقاش حاجة نقدر نتكلم فيها ونقول ان الجامعات فيها. بس سؤال لحضرتك، هل أسيرة في جامعة حضرتك، لو في فرصة ان رحت في جامعات اوروبا، أسيرت قضية، انت عارف حضرتك الطلبة في جامعة، احنا مش عايزين نعمل زي بتوع جامعات اوروبا بيلبسوا شورت وطالعين شعر احمر وشعر، هل أسيرة قضية انه ده حرم جامعي وان له مقدساته وانه له لازم تلبس لبس معين، وهل ده أثر على الأداء العلمي والإنتاج العلمي للجامعات؟ يعني هل يعني شوف هما بينتجوا قد إيه وولادهم بيخشوا شكلهم إيه؟ فإحنا بنصير قضايا الحياة. أنا كنت في كونيتيكت وكنت في لويس أند كلارك في أوريجون، في الاثنين كان في حاجات ممنوع الدخول بيها، كان بيدخلوا بشورت بس، كان في الاثنين. وأنا رحت في مرة كنت أستاذ زائر 3 شهور، ومرتين ده كانت في كونيتيكت ومرتين في لويس أند كلارك. في الثلاث مرات كان في حاجات ممنوع الدخول بيها، كان من ضمنها على فكره قصات الشعر اللي كان بيحط فيها الوان دي كانت ممنوعه، المفتوح كان ممنوع. كنت موجوده بقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك جامعات يمكن ما هياش جامعات ستيتس يعني. طيب ما انا عايز بس دكتور رضا يبقى معانا مكانه. دكتور رضا موافق على هذا المنهج؟ فيه اكثر من عميد كلية رئيس جامعة انتفضوا فجأة وقالوا لا للملابس الخليعة، هكذا أطلقوا عليها. كيف أوافق يا أستاذ وائل على الموضوع ده؟ ده المسألة المنع، حد يوافق على المنع في 2017؟ مفيش حاجة اسمها منع في 2017. وللشباب، وفي منع لشباب مهمش، الشباب بيشعر بالتهميش، الشباب المصري بيشعر بالتهميش. بعض طبعا الشباب المصري بيطلع هذا التهميش، بيطلع على في قصات الشعر المختلفة يعني عشان يلفت الانتباه، عشان يبقى يلفت الانتباه. أنا حقق له الموضوع ده، يلفت الانتباه يا سيدي زي ما أنت عايز، طالما لا بيخل بالقول ولا باللفظ ولا السلوك في المحاضرة، طالما لا يتعدى على حريات الآخرين ولا يتعدى باللفظ والكلام على أستاذه وقاعد ملتزم في المحاضرة، يلبس اللي يلبسه، وأنا هقعد في المحاضرات يعني امشي بين صفوف الطلاب واشوف مين اللي فاتح بنطلونه ومين اللي مسقط بنطلونه. لا يمكن، مش دي القضيه الاساسيه بتاعت التعليم. القضيه الاساسيه بتاعت التعليم هي الحريه وحريات الحريات الشخصيه وحريات التفكير. هذا هو الجوهر الاساسي للتعليم في اي مكان في الدنيا. ثقافه المنع ما عادش فيه دلوقتي ثقافه منع، دلوقتي في الشبابيك مفتوحه في كل عن طريق الانترنت والفيسبوك، والطالب بيشوف ويقلد، ودي مرحلة سنية في المراهقة. أنا المفروض أضمه وأصلحه، والمفروض أن أنا أكتسبه وأقربه ليا،
ودي فترة معينة، هي عدد يمكن في جامعات وجه بحر شوية، أنا جامعة المنيا أعداد بسيطة جدا يمكن ونادرة من الطلاب، ولا نهتم بهذا يعني المظهر، لأن دي قضية ثانوية في الأصل. إحنا ليه بنفتعل قضايا ثانوية؟ وفي قضايا، أنا مش هقول تطوير للتعليم، مش هقول جودة التعليم، أنا بقول إصلاح التعليم من جذوره. التعليم محتاج إلى إصلاح، البناء من الأساس يطلع بشكل سليم. أنا عايز أقول لك حضرتك اسمح لي يعني يعني هم شايفين قضايا هامشية في مقابل قضايا كان يجب أن يكون لتنين. ومين قال إن إحنا بعد إذن حضرتك لو سمحتي لي مهمة. طب هو يتكلم على قضايا مهمة شباب بتتدخل في حريته ليه؟ مين قال إن أنا دخلت في حريته؟ ويمكن الشاب ده متفوق. حضرتك لو رجعنا في الستينات مفيش متفوق بين الناس كده على فكرة. لا يا فندم موجودين. انا بقول لحضرتك الحاله اللي عندي يعني. موجود الشاب المتفوق. احنا معلش عايزين نفصل المسار اللي هو نؤكد على القيم والمبادئ ومسار جوده التعليم، لان جوده التعليم الاثنين هم شقين لحاجه واحده، لابد ان يكون هناك التزام. لابد ان احنا نقول ما احنا ما انغمسناش في قضيه الملابس وتركنا التعليم وتفرغنا لان احنا نفتش على الطلاب، ولا لا ده احنا بنقول لو هناك حالات جايه تدخل الجامعه بحاجه مبتذله فيها اثاره فيها حاجه تخدش الحياه سواء كانت للولد او للبنت، احنا بنقول بنوعي وبنمنح وبنقول لهم لا. لكن هل ده احنا سيبنا كل قضايا التعليم؟ طب يعني نشوف احنا الكليات اللي خدت الجوده قد ايه، نشوف الادارات اللي خدت الايزو قد ايه، ده كل الحاجات دي نشوف. مش دي القضيه الاساسيه دلوقتي، قضيه الجوده، القضيه هي الشخصيه، خدمه المجتمع شكلها ايه. لا احنا مش عايزين ناخد دي قضيه وان احنا نقول ان احنا في الجامعات تفرغنا ليها، ده احنا بنقول احنا لابد نعالج بعض السلبيات. احنا عندنا سلبيات بنحاول. يا فندم كيف نعالج السلبيات دي؟ عن طريق المنع. احنا لا نعالج هذه السلبيات عن طريق المنع، احنا نتقبلها ونتقبل الطلاب. احنا ازاي نعمل ديفايد بين الطلاب؟ يعني انا لفت نظري في 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 كلام حضرتك يا دكتوره، ان يعني اخذنا بعض الطلاب او بعض البنات كانوا بيتضرروا من هذا الموضوع وهم بيوعوا زملائهم. لا احنا بنوعي الاثنين، مش المفروض نعمل انقسام بين الطلاب؟ يكفي الجامعه من الانقسامات اللي موجوده داخل الجامعه. طيب هي بتقول لك الاهتمام، هيقول لك الاهتمام بقضايا الاخلاق مهمه كمان. ما هو الاخلاق يعني هو ما احنا موافقين في الكلام ده. تسريحة الشعر تدخل في الاخلاق؟ يعمل شعره زي ما هو عايز، بس اللي تحت الشعر ايه؟ لا يعني المهم اللي تحت الشعر، اللي تحت الشعر ايه حضرتك؟ هل اللبس بيتغير ازاي؟ ما يعمل شعره كابوريا لا يسيء يا فندم. انا كاب حتى، لكن المهم الدماغ اللي تحت الشعر. المهم الدماغ اللي تحت الشعر ده وظيفتي الاساسيه كده. الدماغ اللي تحت الشعر انا بعمل على تنميتها. احنا بنتكلم في قضيه بعيده تماما عن تطوير التعليم، لان احنا شغالين في تطوير التعليم وده هدفنا الاساسي والسبب لوجود كل اساتذه الجامعه. تمام، احنا بنتكلم في قضيه اخلاق، بتكلم في قضيه قيم. الزميل الفاضل بيقول ازاي امنع. سبحان الله لما تلاقي اساتذه علم نفس، والله لسه سامع المقاله دي من يومين، بيقول ان اولادنا عايزين فيتامين ان فيتامين نو. احنا ادينا لولادنا كل حاجه لما وصلوا مرحله ان احنا مش عارفين نمشي راينا او الراي الصحيح. بلاش راينا، لا فيتامين نو يعني، لا يعني نقول لهم يعني كل حاجه لا. لا مش كل حاجه، ما فيش حد في الدنيا بيقول كل حاجه، ولا كل حاجه ولا كل حاجه لا، ما فيش حد بيقول كده خالص. التطرف في اي حاجه غلط. احنا بنتكلم في وسطيه، احنا امه وسطيه من اساسه، فانا بنتكلم في وسطيه. احنا بنقول يا فندم جيل اكتوبر، يعني نفسي كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اكتوبر، مبروك لمصر بالمناسبه، بس جيل اكتوبر احنا عايزينه يرجع تاني في اولادنا، مش مجرد كلام. احنا بقول له اطلع تقدم انجح وريني كمان انت شكلك جميل. بدليل هقول لحضرتك على حاجه، ليه البنطلون المقطع مش مباح في اماكن كثيره جدا؟ ليه المحامي ما بيطلعش ببنطلون مقطع؟ ليه الدكتور ما بيطلعش ببنطلون مقطع؟
معلش لان هو مش طالب جامعي, هو طالب جامعي سنه كده هيجي بعد كده بعد اربع سنين من الجامعه او خمسه او سته خلاص هيدخل هيروح الجيش. وهي بتتكلم عن البنت, هيروح الجيش يتعلم الانضباط البنت تحديدا دلوقتي يعني مش هو يروح الجيش يتعلم الانضباط ويشتغل في بنك يتعلم الانضباط يلبس. لا لو سمحت لي حضرتك يعني هل يصح اني افترض في ملابس شفافه ينفع الطالبه تدخل بيها الجامعه؟ انا عمري ما شفت حد هو ده اللي احنا بنقول عليه الحاديه هي فيها مزايده. لكن انا عايزه اقول لحضرتك لو اساء اليها زميلها عايزه اقول لحضرتك دكتورة. انت حضرتك في جامعه المنوفيه عندنا يا استاذ وائل في جامعه المنوفيه عدد البنات كبير قوي قوي جداً قوي جداً في الكليات النظريه والولاد قليلين قوي. وانا الحقيقه حتى من هنا بسجل احترامي للولاد اللي انا بدرس لهم بياخدوا صف لدرجه ان انا بعترض اقول لهم انتوا كده ساعات نهرج نقول لهم وضعكم كده مش شرعي البنات قدام والرجاله ورا يعني غايه في الادب وما ما بيقتربوش لا يستطيع الولد منهم ان يجلس في مقعد بجانب زميلته من نفسه طبعا واخدين مكان في الاخر. وساعات اقول لهم انا احب ان انتوا تختلطوا وما تعتبروش نفسكم كده تخيلي انا بتكلم كده في المحاضرات لانه انتوا ما فيش داعي للتفرقه وما فيش داعي لتكوين نظره عندكم ان البنت دي لا يجوز الاقتراب منها لان الاقتراب منها يعد خطيئه غلط. فاحنا عندنا الحقيقه لا ارى اي اعتراض على اللبس المقطع, لا ارى ان الولاد بيتحرشوا بالبنات, ما مش شايفه حاجه زي كده. فيعني احنا بنخلق قضايا نتناقش فيها تشغل الفراغ العام دون القضايا المهمه التي يمكن ان تضيف لحصيله الطالب وحصيله الجامعه وحصيله صحيح. الاستاذ بس. وبعدين هو ما حدش عمل الحاجات دي كقضيه ولا حاجه حضرتك. لا يعني انت حضرتك يعني اصبحت قضيه الان اصبحت قضيه دكتور حنان عميد كليه. ايه الخطوه اللي انا اتخذتها؟ انا بمنع اي لبس مبتذل من دخول الجامعه. هل هناك خطا في كده؟ هل ما يكون حاجه شفافه؟ ما يكون بنت داخله بحاجه شفافه طالب هي طالب داخل بشرط طالب داخل ما ينفع حضرتك هو. احنا لازم نوعي, احنا بنربي لازم دكتور. لازم يكون هناك احنا بنقول مرحله الجامعه دي احنا بنعلم علم وبنعلم سلوكيات فيها هي حرة. أيوة الحرية مسؤولية. فأنا ما أقدرش الحرية مسؤولية. تمام يا فندم الحرية مسؤولية هي مسؤولة عن تصرفها ومسؤولة عن نظرات الآخرين لها. لو أخلت بالنظام الجامعي, لو أخلت بالاحترام داخل الجامعة, لو أزد زملائها في وسطها وأزد العدد من الطلاب دي موجودة أو موجودة في القانون ساعتها فاضلة حضرتك. أنا مش عارفة حضرتك المقصودة بهذا الموضوع. عميدة كلية التربية وقفت على الباب ومنعت الدخول ومنعت الخروج. هذا يعني ثقافة مدرسية أولا ليست جامعية. نمرة اتنين إنه لماذا كما قلت من قبل لماذا لم ننتفض عندنا الدكاترة أو عندنا بعض الناس وليس الكل عشان محدش يفهمني غلط بيعملوا مذكرات وملخصات. لماذا لم ينتفض عميد ويقف ويقول سأحول كل واحد يعمل ملخص ويبيعه مرة تانية للطالب لأنه هذا مخالف لي. لماذا لم ننتفض لهذا؟ هناك وليات العمل الإدابي الجامعي. أنا بس يا جماعة عشان برضو بلاقي الناس بتتفاعل معايا أفصل حاجة صغيرة. انا لما انا ما وقفتش على الباب انا جالي تليفون تمام بس معلش يا فندم انا جالي تليفون ان الامن يعني طالب اتصل بيا قال لي الامن بيضايقني. انا طلعت عشان ده طالب عندي وما طلعت ما لقيتش الامن بيضايقني فانا ما طلعتش عشان اقف على الباب. انا طلعت عشان ابن من ابنائي قال لي انا بفسر الخبر يا فندم الصحفيين بيكتبوا اللي هم عايزينه. ابن من ابنائي اتصل بيا على التليفون وقال لي انا الامن منعني ان انا ادخل وبيضايقوني وبيزقوني. فطبعا انا طلعت فلقيت الامن ولا بيضايقه ولا بيزقه وهو واقف وطلع ممسوك في قصه شعر ولا في بنطلون. لا بنطلون مقطع من اوله لاخره ومش ممسوك عشان هو مش مقبوض عليه. ما هو كده مقبوض عليه الامن ما استدعوك. ما دخلتش الجامعه عشان علمه بحجه ال هو اللي استدعاني. بص حضرتك انت بتتعامل مع سن صغير السن الصغير ما انت حضرتك بتقولي الامن جابه على البواب امال عميد كليه هيتدخل ليه؟ هو الخبر لما جاي حصل في مشكله. ما هم يعني انا لما رحت اشوف المشكله فقلت له مين اللي تعدى عليك؟ قال لي ما فيش. قلت له ما انت قلت لي كده ليه؟ قال لي عشان ادخل. يبقى هما منعينه. اه طبعا ما انا قلت وانا رفضت ان انا قلت لا احنا قعدنا اسبوعين. ايوه يا فندم انت طالب. ايوه يا فندم يعني احنا بنمنعه من حقه في التعلم؟ لا يا فندم ما منعوش في حقه في التعلم. ليه بيتحط اطار
في اي مكان في الخارج ان انت تدخل بحاجه معينه ويتم احترامها. يا فندم انا كنت في جامعه في الخارج دوت، كنت في جامعه من جامعات امريكا، مفيش الكلام ده، الناس ماشيه، وحتى العرب اللي موجودين فيه والمصريين ما كناش نبص على الناس دي، احنا مهتمين بالتعليم في الجامعات. ما شفتش؟ لا طبعا، لا طبعا، احنا لنا ثقافتنا ولنا اديانا، الثقافه اللي موجوده. بس حضرتك هو الراجل ما يطبق في امريكا ما يطبقش في. تمام يا فندم، بس هو الراجل جه وعمل فورمة لشعر ولا لبس بنطلون يمكن مش قادر يعني. خلينا نتكلم معلش بالشيء الصحيح يعني. احنا دلوقتي بنتكلم في قضايا تعليمية، لابد ان يكون هناك التزام من الطلاب في حضور محاضراتهم، التزام بالتعليم والالتزام بالانشطة الطلابية. طب ما الطلبة دي كلها مشتركة مع بعضها في انشطة طلابية. سعادتك التزام ذاتي، التزام يبقى ذاتي من الطلاب، واحنا اللي بنساعد الطلاب ان هو يبقى التزام ذاتي من نفسه، مش التزام مفروض عليه بدون التوعية حضرتك تحط له برامج للانشطه. طيب هل الاخلاق كده بس؟ انا متفق مع حضرتك. طيب خلونا بس يا جماعه، عشان هل الاخلاق كده بس يا دكتور؟ يعني دكتور سيد القاضي، انت الناس حتى بعتين لي في قضيه المفروض تهز اركان جامعه بنها، وهي انت حضرتك امرت بالتحقيق فيها، لكن في كل الاحوال طب ما بقاش يا جماعه القضيه بنطلون مقعد. انت عندك مدير امن جامعه اقام علاقات جنسيه وصورها مع أستاذة جامعية ومع طالبة ومع وقضية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هي دي بقى لفها بنطلون مقطع ورا شعر. فالناس هنا بتقول يعني طب هو الدكتور مهموم بالبنطلون، بأخلاق البنطلون مقطع، وهو في نفس الوقت مسؤول عن تعيين مدير أمن في النهاية أقام هذه الانتهاك الأعراض بهذا الشكل داخل الجامعة. الحقيقة يمكن اللي حضرتك بتقول عليه، أي مؤسسة لابد أنها تطهر نفسها. ما ظهر من شائعات ومن كلام في هذا الموضوع ومستندات ووصلت لإيدي، فور ما وصلت عندي أحيل الموضوع للنيابة العامة، والموضوع قيد التحقيق في النيابة العامة. لم يعني ما جيناش مع حد وما تسطرناش على حد. وإذا كان هذا الموضوع مدير الأمن ده ما هوش معين النهاردة ولا امبارح، القضايا اللي موجودة دي الله أعلم متى تمت وتاريخ حدوثها إمتى، إذا كانت حدثت، إذا كان هذا صحيح، وأنا لا أمتلك آليات. لا يعني إزاي أنت مش بتشوف مشاهد تم تداولها بشكل طب امال انت اوقفته ليه ولا ما اوقفتوش؟ خاصه بعد ما بقول كمان انه ما تمش ايقافه، الموضوع تم احالته للنيابه فورا اول ما وصلت المستندات دي لايدي، تم احالته للنيابه، لم استنى لحظه واحده، احالت الموضوع للنيابه. طب هل اوقفت مدير الامن؟ مدير الامن جنب عن اداء عمله يعني دلوقتي في اللي بعد منه قايم بعمل مدير الامن، يعني توقف عن العمل، يعني ما خلاص ابعد عن ازيح عن المكان بتاعه. لا اللي بيقصده الطلبه اللي بعتين لي، يعني بيقول لي يعني هي الاخلاق جت في البنطلون مقطع وما جتش في اختيار مسؤول ينتهك الاعراض ويعمل كل ده. يعني هي زي ما الدكتوره بتقول، ما هو يا جماعه في مخازي ثانيه وحاجات ثانيه انتوا بي ما تنتفضوش ليه؟ ما تنتفضوش من اجلها. مين قال انا عندي قضايا؟ انا بقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك خلينا كده، انا بقول لك والله. بس انا اشوف قضيه زي دي يا دكتور تخليك ما تنامش. لا طب مين قال ان احنا بننام؟ يعني خاصه ان احنا ما خدناش الاجراء السريع الفوري. يعني مش دي بقى، مش البنطلون المقطع. الدكتوره اكيد كانت لابسه بنطلون مقطع او شفاف. نعم الدكتوره كانت لابسه شفاف او بنطلون. اي دكتوره انا ما اعرفش، ما نقدرش نجزم ان دي حقيقه او لان هو هذا الشخص اما حقق معاه انكر كل الكلام ده، قال ان دي حاجات طبيعي متوفره لازم ينكره اللي هو مضاد ضد الجامعه. لا نمتلك الاليات اللي تثبت ان ده حق او ده صحيح او ده لا، يعني ما هو ماشي احتمالات ذئب بشري بهذا الشكل عندي اخطر من بنطلون مقطع ماشي كده ولا اتخاذ الاجراء يعني معاه. ما انا مع سيادتك هل احنا لا مش ما شفتش انتفاضه الغضب بنفس الحجم على فكره الحجم تحرك يعني. سيادتك شيء طبيعي. ايه اللي نقدر نعمله في انتفاضه الغضب معاه؟ اولا لازم يحصل تحقيق داخلي، التحقيق الجنائي ده تحقيق تم
تحقيق جنائي ده تحقيق، لكن المساءلة التأديبية داخل الجامعة، تمام. الجامعة بتشوف تمام. تعالى هذه الفيديوهات ايه، وتخضع للبحث والتمحيص وشهادات الطلاب وشهادات اصحابها طبعا. اللي موجودين فيها يعني. وده تم بمعرفة عميد كلية الحقوق اللي اوصى بتحويل الموضوع للنيابة لعدم امتلاك الجامعة الآليات اللي تقدر تؤكد هذا الكلام او تنفيه طبيعي. وبالتالي تم احالة الموضوع للنيابة بناء على توصيه المحقق القانوني وهو عميد كلية الحقوق. هو إحالة الموضوع للنيابة حضرتك مش صح، ده واجب. ده واجب طبعا، واجب. ما هوش تفضل ان يعني او حاجة ايجابية ان حضرتك حولت الموضوع للتحقيق، ده يجب انه يتحول للتحقيق. طب احنا خدنا الاجراء ازاي احنا بنقارب بين الاثنين؟ يعني دلوقتي عملنا قضية قصة شعر ولا لبس بنطلون زي قضية اخلاقية ضد بقى القيم بتاعه المجتمع وضد القيم الاسلاميه وضد القيم المسيحيه، يعني ازاي احنا بنقارب بين الاثنين؟ اي مجتمع، اي مجتمع في سلبيات لابد من مواجهتها. لا انا قصدي القضيتين دلوقتي احنا سوينا بين قضيتين مختلفتين تماما. ان المسؤول يتستر على هذا، يعني مش ما نقدرش نحكم سلوكيات الناس. اما نكون بنتكلم في 10,000 طلبه، وهي نفس الحكايه حضرتك قلت احنا بنحكم سلوكيات الطلاب، عايز تحكم سلوكيات الطلبه اللي في سن حضراتكم بتتكلموا. أيوة انا بسكت. فادوني الفرصه ان انا اتكلم، لان ده موضوع هام وموضوع حيوي، لان ده تمس المؤسسات كلها، تمس الجامعات كلها. ما نقدرش نقول ان اي مجتمع مثالي، لازم فيه سلبيات طبيعي ولازم فيه ايجابيات. لابد ان احنا نعظم الايجابيات ونشوف السلبيات دي هنحلها ازاي او هنتعامل معها ازاي. هل نسكت على السلبيات؟ اذا سكتنا على السلبيات يبقى احنا كمان فاسدين. عشان كده بنقول لا تستر على فساد. اي فاسد لابد انه يحاسب، ويحاسب حساب عسير، مش اي ما يتركش. هناك قضايا بسبب السكوت عليها فترات طويله اساءت للمجتمع الجامعي. المجتمع الجامعي مجتمع نسبه الفساد فيه اقل مؤسسه في مصر. وزاره التعليم العالي بتقييم الجهاز الرقابه الاداريه، في تقرير الرقابه الاداريه قالت ان اقل نسبة فساد موجودة في التعليم العالي. لكن احنا بنتكلم عن مؤسسة تعليم عالي بتتعامل مع طلاب، بتتعامل مع ناس، لابد انها تطهر نفسها. ممنوع السكات على اي مسؤول مخطئ، ممنوع السكات على اي طالب يخطئ، ممنوع السكات على اي عامل او موظف يخطئ، لانه بيخطئ في حق كل اساتذة الجامعة. اما سيادتك بتتكلمي عن اساتذة الجامعة وبتلوميهم، ما نقدرش نعمم دي قضية. لكن هل اتخذ فيها إجراء في الكتاب الجامعي ولا ما اتخذ؟ أما اتخذ إجراء يبقى هناك علاج للسلبيات. أكمل بعد إذن سيادتك. أكمل بعد إذن سيادتك. إذا اتخذ إجراء يبقى هناك علاج للسلبيات. إذا سكت وغض النظر عن هذه السلبية يبقى هناك عيب وتقصير من المسؤولين. لكن إذا كان هناك سلوك من شخص سولت له نفسه بعمل شيء غلط، لابد انه يحاسب ويعاقب عقاب شديد. احنا مش مختلفين في التلفيق في الكلام. انا يعني عندي حتى الاخبار اللي نازله ازمه حقيقيه تعيشها جامعه بنها بعد تداول فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي يقوم فيها مدير اداره بالجامعه بممارسه الجنس مع موظفات وسيدات من خارج الجامعه داخل مكتبه. وفي اخبار تانية في انه تم الفيديوهات تم تحريزها. و ده يعني مدير امن جامعه. انا اللي انا اقصده بس يا دكتور انه الانهيار الاخلاقي مش بنطلون بس. الانهيار الاخلاقي كتير. فساد ذمه استاذ جامعي يمكن ان يكون انهيارا اخلاقيا. كذب طالب ان الطلاب بيكذبوا يعني ده يكون عندي اهم من البنطلون المعطي. هو ده اللي انا اقصده. الغش وحضرتك لما نكون ماشيين في مسارين اجاوب بس على الاستاذ الغش في الامتحانات بس اما نكون ماشيين في مسارات متساويه. اما يكون عندي طلاب عندي اساتذه فصلوا من جامعه بنها بسبب بعض الممارسات دي، فصلوا فصل نهائي عادي يا دكتور.
انا بقول لسيادتك ما هوش احنا صح. ما احنا بنقول صح. ايه طيب. اللي بنقول عليه مفيش تستر على حد سواء طيب. كان استاذ سواء كان عامل سواء كان مدير سواء كان اي حد من العاملين بالجامعه او منسوب الجامعه لابد طيب. ان يحاسب. خلينا اشرك بس الناس معانا كده. استاذ احمد استاذ احمد اتفضل يا فندم. اي فندم دلوقتي حضرتك الموضوع دوت بقى حديث مدينه بنها كلها. الناس كلها بتتكلم عن الموضوع دوت. الراجل دوت مدير امن الجامعه ب- 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 بدون اسماء وبدون تحديد لان المساله لسه مفار تحقيقات يعني. الراجل دوت ينتسب للنظام السابق بتاع الحزب الوطني. كان له باع طويل جدا يعني مع الحزب. النهارده مسك مدير امن الجامعه. أسطورة من أساطير العناتيل على مستوى العالم. لا يعني يعني إيه 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 بتقول الموضوع منتشر في بنها منتشر بأي شكل؟ أنا كلها بتتكلم عليه حضرتك ال- 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 السوشيال ميديا كلها بتتكلم عليه. في ضابط الجامعة. السوشيال ميديا كلها بتتكلم عليه. أنا ما أعرفش الدكتور سيد ساكت ليه. يعني في علامات استفهام بصراحة يعني. يعني إيه بيجنبه عن العمل؟ أنا عايز أعرف يعني إيه بيجنبه؟ يعني أنت عايز تفهمني إن هو بيقبض مرتبه وأنت قاعد كده ساكت؟ انت كده دلوقتي رئيس جامعه قاعد ساكت تديله مرتبه؟ انت راضي عن نفسك كده وعن ادائك؟ طيب خلينا بس يعني نخاطب الناس ب ب ب بمقامها يعني. انا بشكر. هو طبعا بيقول لك يعني فكره اجراء ان انا اصلا اوقف لك ان الراجل بياخد مرتبه وبتاع يعني مع الاقل يعني لما تكون في جريمه من هذا النوع يتم التحقيق فيها بشكل سريع والفصل فيها يعني في تحقيق اداري وفقا للمسألة التأديبية وفي تحقيق جنائي يعني. أنا مع سيادتك المسارين تموا بالفعل. المسار تحويله إلى عميد كلية الحقوق للتحقيق معه وسؤال كل الجو المحيط وكل من ممكن نحصل منه على رأي أو إفادة. بعد التحقيق ده أوصى عميد كلية الحقوق بتحويل الموضوع ليه. لكن الموظف دوت الموظف الداخلية ده يبقى شغله مش نعم. بقول لحضرتك مدير الأمن ده الشغل بتاعه إذا كان في الكلية أو في وزارة الداخلية يحققوا معاه. الأستاذة هي كلية الحقوق. هل الأستاذة مين؟ ما احنا ما نعرفش الأستاذة ازاي مش يقولوا ما نعرفش مين. ما احنا دي حاجات ما وبعدين ما حاجات ما هي الظاهر. مش عندي مدير امن يعني في بيشغل منصب مهم جوه الجامعه ووجدته في اوضاع جنسيه متداوله بهذا الشكل هتبقى اهم عندي من البنطلون المقطع اكيد طبعا اللي لابسه او لابسه طالبه او من الشعر تسريحه كابوريا ملابس الكلام اللي احنا بنقول عليه بالنسبه للملابس. الملابس اللي هي تثير او فيها اثاره. اما الجزء الخاص بمدير الامن تم التعامل معاه بكل حزم. والكل يعلم من اول لحظه وتم التحقيق ثم حول الموضوع الى النيابه العامه. واسند اداره الامن الى من يليه هذا الرجل في العالم. بس الناس بتشوفه في الجامعة على فكرة لأن الناس بعتالي النهاردة طول اليوم برضو نفس الوقت يعني في الجامعة يعني هنا ما أنا تاني يا جماعة هقول أيوم أخطر. لا وهو ليه حتى لو ما زال متهما بأنه ذئب بشري ولا بنطلون مقطع وتسريحة شعر ليه الثقافة يا أستاذ وائل؟ طبعا هي كل قضية ليها خطرتها. هذا الرجل تم التعامل مع الموضوع. أنا مش عايز برضو أسبق الأحداث لأن هناك تحقيقات في هذا الموضوع. الموضوع ده لابد أنه هيجي لنا رد يقول لنا الكلام ده حقيقة أو الكلام ده خطأ. لغاية هذا الوقت طيب. هذا الرجل لا يشغل دكتور مصر. خلينا عشان بس أبقى باخد تعليقات كده. دكتور رضا هل بتشوف دي يعني ازدواجية في التعامل يعني ربما جاءت هذه القضية صدفة ولا كمان من حق الجامعات أنها تقول لا أنظم احنا دول بتعتمد على منظومة قيم و مش حقهم انهم ينظموا الدخول في الحرم الجامعي بهذا الشكل؟ ازاي نعلمه قيم وانا امنعه من على باب الجامعه؟ مش يخش الاول الجامعه يدخل الاول الجامعه ويجي عند الفصل ومن خلال الانشطه ومن خلال التدريس ومن خلال التواصل مع الطلاب
أعلمه. وبعدين هي كم عدد الناس اللي موجودين في الجامعة اللي حالقين حلقة غلط؟ ولا يعني أنا ما بقولش غلط، يعني هو حر يعمل اللي يعمله طالما ما بيتعداش لفظا ولا قولا ولا سلوكا على أحد. كم عدد الناس عشان نعمل من هذه من قضية ثانوية وتبقى قضية تملأ الأفاق يعني؟ كم العدد يعني؟ 5-10-20 كم النسبة المئوية؟ 0.5% في الجامعات المصرية أقل من، ويجي يلفت النظر. يلفت النظر ماشي، أهلا وسهلا بيك، أنا قد لفت النظري. يعني يجي الطالب يلفت النظر، أنا المفروض أنا أستاذ جامعة ندرس إيه هي الأسباب اللي أدت للطلاب إن هي تعمل الكلام ده، إن هو يلفت النظر. إيه هي الأسباب دي؟ هل هي أسباب اجتماعية، أسباب اقتصادية، أسباب تهميش، أسباب عمرية، أسباب مرحلية هتنتهي وبعد يوم أو اتنين أو ثلاثة أو أربعة هيدخل الجيش بعد كده ويتعلم النظام بقى بجد، هو يتحمل بقى المسؤولية وبعد كده يروح يدخل يدخل استوديو زي كده ويقعد ويلبس بدلة محترمة. حضرتك جيل الستينات اللي كان موجود، كان الهيبز، كانوا الشعر، احنا كنا بنشوف الخطيب وشطة والبنطلون شارلستون والكعب اللي هو الكوباية ده اللي كانوا وناس كانت قدمت وناس حربت. وده في الحرية ازاي ان انا امنع في الجامعة؟ الجامعة اصلا حريات وبانوراما للأفكار، بانوراما للأفكار، الأفكار وبانوراما للمظاهر موجود في الستينات. حضرتك الهيبز بدأوا في الستينات وكانوا بيلبسوا، اللي بيروح حفيان واللي بيروح مش عارف ايه، ودي بنسميها counter culture اللي هي الثقافة المضادة للثقافة السائدة. طب يعني انت كأستاذ جامعة لما تلاقي الجامعة اتخذت خطوات زي دي بيبقى موقفك ايه؟ بتحس ب... انا موقفي مع الطالب لان انا بربيه اصلا. طب ما هي بتقول كمان انا بربيه. ما هو طبعا بس هو دي احنا مش هنقول دي وجهات نظر، ولكن هي انا يعني طيب انا الطالب ايه الضرر من الطالب المتفوق او غير المتفوق اللي هو لم يتعدى عليا في المحاضره باللفظ او بالسلوك او بالقول او على زملائه؟ ايه الضرر من الطالب على كده؟ انا المفروض اجي واجيبه في الفصل الدراسي ومن خلال ان انا بعلمه ان هو يعيش في مجتمع حر واخلي الطلاب الاخرين يتقبلوه. يعني طيب هنا دكتورة يعني أنا ساعد إحنا عشان يبقى فيه تجانس، ما هو واحد حضرتك هو واحد طبعا عشان أخد تعليقات أخيرة. الحقيقة يمكن في وسط اللي حضرتك بتقول عليه ده، مشاركة الطلاب في جميع الأنشطة ده هم جدا. يعني إحنا لسه في جامعة بنا مخلصين المؤتمر الصيني المصري الثاني، وحضر فيه 10 جامعات صينية منهم 3 رؤساء جامعات و6 من نواب رؤساء الجامعات، وكان حشد 54 باحث صيني، تم مناقشة 115 بحث علمي على مدار يومين، وتم عقد 4 اتفاقيات تعاون، 3 مع الجانب الصيني اللي عشان نستكمل بقينا 9 اتفاقيات، واتفاق مع وزارة الزراعة عشان تنمية الثروة الحيوانية والمشاريع الصغيرة للطلاب بتوعنا. اللي بينظم المؤتمر ده مين؟ الطلبة. اللي عمل فتح استقبال مين؟ الطلبة. اللي عمل حفل الختام مين؟ الطلبة. مين اللي كان جايد للضيوف؟ الطلبة. احنا عايزين نقول ان الطالب مشارك، ان طبعا. الطالب معانا في الفعاليات. عايزين لا نغض النظر عن النجاحات والانجازات، 90 طلاب خلينا ما نقزمش الموضوع، ما حدش منع حد، احنا بس بنقول خلي بالكم، ما بنقولش على شعر ولا بنقول على الحاجات دي. احنا بنتكلم لو في بنت داخله مثلا بحاجه شفافه، طيب. معلش يعني بنقول لها ما ينفعش. ما بيحصلش حضرتك احنا بنشوف يعني في الجامعه هذا الشكل يعني الانضباط طبيعي يعني. معترض على شفافه ليه؟ على شفافه ليه؟ لان احنا بنصور الرجل المصري او الولد المصري كانه ذئب ما وراهوش اي حاجه غير ينزل لحته، يعني انه هو فعلا ذئب ومنتظر اي حاجه تبان من اي حته وشفافه. ليه هذا التصور؟ واحد ليه هذا الألف في الألف في العدد الكبير سيلفظ المجموع؟ ما هو احنا بنخاف من قضايا زي كده اللي بتصار دلوقتي. يعني عايز اقول لحضرتك يعني ليه كل من حاول ان احنا نقول، هل نضمن ان 200 ألف طالب اللي موجودين في الجامعة دول كلهم
ناس ما فيهمش حد هيبقى عنده مشاكل؟ طيب مشاكل موجوده كده فمن واجبنا ان احنا نحلها طبعا. خلينا اخد دكتوره ايمان. دكتوره ايمان اتفضلي. ايمان ايه بقى؟ دكتوره ايمان. دكتوره ايمان اتفضلي يا فندم. استاذ عزه اتفضل بسرعه. استاذ وائل اهلا بيك اتفضل. تحياتي لحضرتك ولضيوفك. انا بتكلم دلوقتي بالنسبه لجوده التعليم عندنا ما هياش مرتبطه باللبس ولا المقطوع ولا قصه الشعر. لما الناس كان بتلبس طرابيش كان ممكن يبقى جوده التعليم عندنا اكتر. لما كانوا بيطولوا شعرهم في الستينات زي ما ضيوفك قالوا. الموضوع دلوقتي ان احنا نحط الهدف انه الشفاف ما يتلبسش في الجامعة، لان الجامعة مش مكان عشان لبس شفاف، والشفاف ده ملوش علاقة بالشفافية على فكرة. هو مفروض دلوقتي ان احنا نشوف ترتيبنا في التعليم عربيا 13، ترتيبنا عالميا 139. القضية الاولى بالاهتمام. طيب دي الحاجة الاساسية يا استاذ وائل. اخيرا بس انه ترتيب الجامعات عندنا، الجامعات الاقليمية بقى ترتيبها في الابحاث اكتر من الجامعات اللي في القاهرة. بشكرك. دكتورة ايمان اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم اتفضل. معلش، هو انا كنت عايزه اقول ان ده قرار كويس وقرار محترم جدا. لان الجامعه دي ده حرم جامعي، ولازم ان احنا لما ندخل الجامعه نكون ملتزمين ان اللبس برضو في بنات كثيره بيكون لبسهم خارج وده ما يصحش خالص في الجامعه. وان قرار زي ده انا مش شايفه ان في اي اخطاء خالص، يعني المفروض ان احنا ما نهاجموش، بالعكس. حضرتك ما اي ده الف شكر. في مين اللي بتقولوا عايزين عايزه توضح؟ عايزه اقول كلمه صغيره. هو في حد لازم مع حضرتك؟ يلا يا جماعه عشان ما فيش وقت، هاخد تعليق اخير. من تعليق اخير جدا. الموضوع ده انا لم اعمله قضيه. اللي عمله قضيه فرحت والله. ان هقول لحضرتك على حاجه، ان انا في تأييد شعبي زي ما بيقولوا. انا اعتقد ان الكلمه دي او القرار اللي انا اتخذته ده على رغم بساطته، على رغم ان هو حرك الماء الركد في الحراك الوطني اللي احنا فيه ده. ما تتخيلش حضرتك كميه التليفونات اللي بتجيلي من ناس ما اعرفهاش، ووصل تليفوني ازاي ما اعرفش، او التليفون الكليه بيقولوا لي شكرا. طيب. الامهات، معلش يا دكتور يا فندم بس اكمل الكلمه دي، انا اقسم بالله في اولياء امور ام واب اتصلوا بيا قالوا لي شكرا انت عرفتي تعملي معاهم اللي احنا ما عرفناش نعمله، لان هو شكل لا يليق بابننا ان يخرج كده واحنا ما عرفناش نحدد ده معاه. طيب. الشكل مش الشكل لوحده، احنا بنتكلم على شكل وجوده عمليه تعليميه. استاذه الفت. اي فندم مع حضرتك يا فندم. اتفضلي يا استاذه الفت. اتفضلي يا فندم. يعني انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. الزين تم تعيينه في عهد اثنين رؤساء جامعات سابقين للدكتور السيد يوسف القاضي، وانا الدكتور السيد يوسف القاضي استبعد عميد كليه اسمه ياسر صهيب، كان تبين نفس الاخطاء بالنسبه له وتم استبعاده. واول لا، انت بتتكلمي عن مين؟ عن مدير الامن. عن مدير الامن يا فندم اللي هو المتورط في الفضائح الجنسيه دي. واول ما وصل المعلومه للسيد رئيس الجامعه وشكوى رسميه تم حالتها للنيابه العامه، وتم تسليم مستند رسمي للاعداد بتاع حضرتك لعرضه على الشاشه، ارجو عرضه الان لانه تم تحويله للنيابه العامه لمحافظه القليوبيه. طب احنا ما يعني ما اذا لم نتمكن من عرضه يعني الاسباب فنيه، لكن مش ما حدش نفى يعني، ما تقلقيش يعني. ما احنا ما بنقولش حاجه، بس احنا بنقول هنا ما هو ده مش بنطلون مقطع اهو، لكن يعني مدير امن جامعه وبيرتكب انتهاكات جنسيه داخل الجامعه باسم منصبه، والقضيه هنا يعني عايز اقول الاخلاق مش بنطلون مقطع. وظهور نجاح المطلق للملتقى المصري الصيني بعد كل نجاح لاي شغل لرئيس جامعه بنها بيبقى فيه مهاجمه مختلفه. لا يعني الناس هتروح تصور الراجل علشان رئيس جامعه بنها؟ مش شكوى قديمه وتم حالتها في توقيتها، تم تفعيلها مره اخرى الان لالغاء النجاح المطلق للملتقى المصري الصيني بعد كل نجاح باهر لجامعه بنا او عمل وطني. ما حدش بيستهدف اي نجاح يا دكتور. طب هو دكتور طبعا يعني هي ما حدش بيستهدف نجاح، لكن هي القضيه في ان بس ما يبقاش ما حدش هيستهدف نجاح. واذا رئيس الجامعه اتخذ قرارا باحاله كل اوراق هذه القضيه للتحقيقات، فيعني لكن ممكن تكون مسؤوليه الاختيار يعني.
الاختيار ده قديم وده بيشارك فيه يعني مسؤولين كتير. يعني اختيار مدير الأمن هو أولا ده مدير أمن من فترة طويلة. أنا رئيس جامعة بنها من حوالي عام وشهر يعني هذا معين سابقا. وفي نفس الوقت ده بيمر على اختبارات كتيرة يعني عشان يوصل لهذا المنصب. هذا الرجل بيؤدي كان يؤدي طيب. عمله خلاص انت وضحت ده يا دكتور طيب. لكن عايز بعد اذن حضرتك في ثانيه ولا في نص دقيقه حضرتك بتقول شوف انت مهتمين ادي مدير امن وادي راجل كبير. لا انا اقصد الاخلاق قضيه عام. ما الكلام اللي سيادتك ده بتقول احنا بنساعد الناس عشان نمنع اي ظاهره من الظواهر دي او ما يكونش طيب. فيه اثاره لاي شيء. وانتوا شايفين انه ده حريه شخصيه ولا يجب الاعتداء عليها. حريه شخصيه طالما هي لا تمس بحريه الاخرين. يعني ان احنا نعتبر قضيه فرعيه هي الاساس وننتفض عنها. بشكركم جميعا وان شاء الله هنكون معاكم يوم السبت في حلقه جديده ان شاء الله.